السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميعادنا النهاردة بنتم النهاردة إن شاء الله يعني 100 ساعة، يعني إحنا إيه عدينا 100 ساعة وشوية دلوقتي. ف 100 ساعة دي انترناشونالي كافية جدا إن أنت تختبر كانترناشونال بروجكت مانجر. انا مش بقول كلام، احنا هنبطل حاجه لان احنا هنكمل مع بعض، بس احنا هنحتاج من الناس ان كل واحد يحضر برزنتيشن ومشروع يكون هو عمله، سواء كان مثلا مدير مشروع، كان مثلا مدير مشروع، يعني يدينا موضوع هو اشتغله وهيدول لك محاضره مش طويله يعني. ودي برضه ايه، هنستاذن الباشمهندس عمر ان شاء الله تتعمل وتعمل كويس، هنساعده ان هو يعمل برزنتيشن ويعمل المحاضره، يعني ما ينفعش مدير مشروع ان هو ما ينفعش ان هو ايه ما يقدرش يعمل برزنتيشن ويديه ويبقى عارف هو بيعمل ايه. ف دي كلمه مبدئيه كنت عايز اقولها الحقيقه قبل الناس كلها تدخل، لكن انا حبيت اقولها برضه من الاول وان شاء الله نفتكر نقولها تاني. وكويس ان الباشمهندس عمر معانا النهارده، عشان ايه؟ دي محاضرة ان شاء الله يعني مش هنقفل موضوع الكواليتي، بس هنجري في الكواليتي شوية، عشان احنا بنتكلم في الكواليتي كذا كذا مرة، بنتكلم في الكواليتي والايه قدامنا دلوقتي الايه الكواليتي مانيوال. هنبتدي نجري من الاول كده نشوف الدنيا ماشية ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة بتاعتنا النهاردة رقم 14 بعد ال20 الأولانيين اللي عملناها، وفي موضوع اللي هو how to be إيه an international project manager، سلسلة المحاضرات سلسلة لقاءات how to be international project manager. بنتكلم النهاردة على الكواليتي مانيوال، دليل الجودة. وزي ما قلنا إن دليل الجودة ده هو أول حاجة اي حد واخد شهاده جوده، شهاده ايزو او الى اخره، بتبقى ايه بتتقدم لاي كلاينت او لاي جهه هتاخد منها مشروع، سواء مقاولات او غيره يعني. واحنا دلوقتي احنا شغالين على نظام الايزو اخر واحد اللي هو ايه 9001 2015. بسم الله الرحمن الرحيم. هنمشي بسرعه على موضوع على اللي فات ده. احنا عملنا الكلام ده قبل كده واتكلمنا عليه، فاحنا قلت لك ان الكواليتي مانجمنت سيستم، الكواليتي مانجمنت والكواليتي مانجمنت اللي هنتكلم عليه، برزنتيشن اوف ستراكشر اللي بلان دو تشيك اكت اتكلمنا عليها، كواليتي اشورنس بروجرام دوكيومنتيشن اتكلمنا عليه، وبعدين ايه كواليتي مانوال تمبليت اللي احنا بنتكلم عليها يعني، فبداناها قبل كده بنتكلم عليها النهارده. بعد كده هتكلم على الايه كيو اتش اس اي مانوال فور كونتراكتنج كومباني، شركه كبيره قوي، شركه تقعد بمليارات يعني. هنشوف الايه الكواليتي مانوال بتاعها، بس هو مش هيبقى كواليتي لل 9001 بس، هيبقى لل 14000 بتاع البيئه، هيبقى لل 45000 بتوع الايه الانفايرمنت والسيفتي والكلام ده. وبعدين هنتكلم على كواليتي مانجمنت بروسيجرز لكونتراكتنج كومباني، هنتكلم مانوال بعدين الكواليتي مانوال الكواليتي مانجمنت بروسيجرز، هنتكلم على البروسيجرز اللي موجوده في كونستراكشن كومباني هنسردها يعني، نبقى عارفين يعني ايه بروسيجرز. وبعدين كواليتي مانجر فور انترناشونال بروجكت مانجمنت كومباني، دي حاجه اضافيه، دي شركه بروجكت مانجمنت كنا بنشتغل معاهم في ابو ظبي، فايه هنعرض الكواليتي مانجر بتاعهم، ويمكن على السيستم القديم مش على الايزو الاخراني، بس عشان نشوف البروجكت مانجمنت كومباني بتعمله ازاي. هقول مرور على ده، مرور الكرام يعني، المفروض الكلام ده كله شغل كواليتي مانجر بس، كواليتي مانجر بس، مدير مشروع لازم يبقى عارف الكلام ده كله قلبه اخره وايه، ومش ان ديتيل قوي زي ده. وبعدين اني كويشن، وبعدين في الاخر هنعرض بقى الموضوع بتاع ايه
البرزنتيشن اللي احنا كل مهندس، كل مهندس يعمل لنا برزنتيشن ان شاء الله، وهنساعده ان هو يعني عاوز يعمل عن الموضوع كله، عاوز يعمل عن مشروع هو بيعمله، اي نقطه ياخدها. واحنا شرحنا قبل كده في البرزنتيشن ازاي يعمل برزنتيشن، ازاي يحضره، ازاي يطيه، وازاي يعمل بادي لانجوج. طب البادي لانجوج هنا مش هتبقى يعني افكتيف قوي، يعني دوب هي اذا ممكن النظرات الايدين الى اخره، انما البادي لانجوج طبعا الاتفاق لما يبقى ليه يبقى في دايركت كونتاكت، تقدر تعرف يعني الدنيا ماشيه ازاي. سكي انتدكشن ايفولوشن كواليتي مانجمنت سيستم اتكلمنا عليها دي، وقلنا ان احنا ايه 1 2 3 4 5، في خمس درجات للكواليتي قبل ما نشتغل عليه، اربع درجات قبلينا، هعرف المرحله الخامسه قدامنا ثلاث مراحل لسه. بعد كواليتي اشورنس والايزو هنتكلم عليه، في التوتال كواليتي مانجمنت والسكس سيجما واللين سكس سيجما. اعتقد ان احنا اتكلمنا عليهم في الاول يعني من ضمن الكلام ده، ممكن يبقى ناخد حاجه ايه تفصيليه بالنسبه يعني بعد كده ان شاء الله بعد اللقاءات اللي جايه. انتدكشن اتكلمنا على التعريف بتاع الكواليتي مانجمنت، اتكلمنا على التعريف بتاع الكواليتي مانجمنت اللي هو ايه؟ اللي هو اول دوكيمنت، اول مستند بيتقدم للعميل عشان ايه؟ يعرف ان انت عندك، ان احنا عندنا كواليتي. حتى لو انا مش واخد ايزو، خلي بالك انا بيبقى عندي الكلام ده كله وما خدتش اكريديتيشن، ده انا ده بيبقى فيه ايه؟ البوليسيز، البوليسي اللي هي السياسات والاجراءات والبراكتسز اوف ان اورجانيزيشن. تعريف تاني للكواليتي للكواليتي مانيوال، بيكونتين بقى مينيمم ايه البوليسي ستيتمنت اوثورتي، الحاجات اللي هي اللي فيه شود نوت كونتين ديتيل، ما فيهوش ديتيل بروسيدرز، بس الايه كشفات بالبروسيدرز دي، البلان دو تشيك اكت اللي هي الكواليتي سيركل، اي بلان دو اي تشيك واكت، الاربعه دول. والايزو بقى شغال عليه ازاي، الانبوت بيدخل هنا يعني ثلاث شابترز، الاول بيبقوا انتروداكشن، وبعدين في اثنين دول في شابتر اربعه عشان تدخل الداتا منه، شابتر خمسه بيدي هي السكرين ما كانتش باينه ولا ايه؟ فهمت احمد؟ لا ظاهرة يا دكتور، السكرين ظاهرة معانا. طب كويس كويس، اصل انا جالي مسج دلوقتي يقول السكرين. طيب كويس، الباب الفصل الخامس الليدر شيب، اللي هو بيتحكم بقى في كله. بعدين الشابتر 6 يبقى ايه، ماسك بلاننج بتاع المانجمنت. 7 و8 السبورت اوبريشن اللي هو الدو. وبعدين بعد ما دو بلان، بعد ما عملت الدو بعمل ايه، بيرفورمانس ايفالويشن اللي قايم عليه، يعني العبقريه بتاعت الدايركت بلان تشيك اكت دي يعني يعني هي تبدو سهله قوي لكن هي فكره عبقريه. هو بلان وات يو وانت تو دو، دو وات يو بلانت، تشيك ذا ديفرنس، وبعدين ايه امبروف ايه اون ذا ديفرنس، بيخش بعد كده كونتينوس امبروف الكلام ده كله. وفي الاخر بقى ايه الريزلتس بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم، برودكتس او سيرفيسز والكاستمر ساتسفاكشن. فدي من الايه، من برضه من ال ده الكلام ده موجود من جوه المؤسسه نفسها بتاعت الايزو، بس انا دايما بحب اقول عشان نبقى فاهمين. الكواليتي اشورنس بروجرام دوكيومنتيشن اتكلمنا عليه، قلنا عليه كواليتي بروجرام، في كواليتي مانوال وبروسيجر مانوال. الكواليتي بروجرام اتكلمنا عليه قلنا عباره عن ايه، برودكت كواليتي بلان، غير الناس ما عارفه فاكرين برودكت كواليتي بلان هو الايه، برودكت كواليتي بلان ال مجرد الصيغه بتاعته، لا ده دي الكواليتي بلان ده ده كواليتي مانوال، ده مش هو الكواليتي، ده مكتوب هنا ده واحد حاجه منه. بعدين في الكونتراكت، الكونتراكت بما فيه قلنا كونتراكت فيه ست سبع ايتمز. وبعدين بعد كده البروجكت بروسيدرز مانوال، المانوال دي اللي هي موجوده من ضمن الكواليتي بتاع الكوربريت، والانسبكشن اند تيست بلانز. يعني البروجكت كواليتي بلان ما هوش حاجه واحده، مجموعه حاجات كمان واخدها فيها العقد وفيها الكواليتي مانوال والبروسيدر والايه والانسبكشن اند تيست بلانز، وكل ده بتتاخد من ايه؟ من الكواليتي سيستم بتاع الشركه اللي هو بيبقى عباره عن البروجكت الكوربريت كواليتي مانوال، كوربريت اللي احنا بنتكلم عليه الكوربريت كواليتي مانوال، وبناخد الايه البروسيدجرز من البروسيدجر مانوال بتاع الايه بتاع الشركه، لان يعني طبعا مش كل مشروع زي بعضه، فبناخد من كل حته جزء بتاعها. سبيشال تيست بلانز دي بنجهزها من الاول خالص، احنا بنعمل الايس او، لكن
دي متجدده معانا مظبوطه، لان كل مشروع ما فيش مشروع زي التاني. مره بعمل عماره، مره بعمل مستشفى، مره بعمل مصنع، مره بعمل في كل حاجه لها الايه؟ سبيشال اكسس. مره بعمل شغل ميكانيكال، مره بعمل شغل الكتريكال. فالسبيشال اكسس بلانز بتبقى ايه؟ متجدده معاها يعني. طيب كواليتي بلان اتكلمنا عليه، قلنا عباره عن ايه؟ هنا بقى ايه الكواليتي مانوال تمبلت اللي احنا ده دي الكواليتي مانوال تمبلت الاصليه بقى بتاعت الكوربريت نفسه، بتاعت الايه؟ الشغل نفسه. الكواليتي مانوال تمبلت هنا دي الايه؟ دي الكونتنس بتاعته اهي، قلنا اتكلمنا عليها بسرعه، المقدمه والمراجعه والتعريفات الثلاثه شابترز الاولانيين، وبعدين ده الاورجنايزيشن بقى اربعه، الفصل الرابع والفصل الفصل الرابع بتاع الايه؟ المدخلات السابقه. انا مش هدي تفاصيل، وده عشان الكلام ده يمكن مرتين كمان مش مره واحده. بعد ادي الفصل الرابع اللي بندخل منه زي ما كنا في الشارت اللي شفناه قبل كده، ندخل منه ايه؟ الداتا اللي احنا هنشتغل عليها، ومن ضمنها ايه؟ الكاستمر ريكوست او الاشتراطات اللي العميل عاوزها. نمبر 5 اللي هو احنا قلنا عليه ليدر شيب اند جفرنس، اللي هو الايه؟ كوميونيكيشن. في النص اللي هو الدائره اللي كانت في النص كان فيها ايه؟ الكوميونيكيشن والكلام ده كله، دي ليدر شيب اند جفرنس دي بتشتغل كل الايه الكلام كله. بعدها ادي ايه؟ الشابتر 6 اللي هو بلاننج، اللي هو اول خطوه اللي هو الايه؟ بلاننج. الدائره كانت على الشمال، كانت على الشمال في اخر بتاع الايه؟ بلاننج. اول حاجه هو تخطيط النظام والمكونات بتاعته. معلش انا باجي بسرعه عشان مش يعني ايه دلوقتي، لازم نكون بقى عرفنا الكلام اللي حفظناه، لان زي ما بقول لكم ده اهم حاجه مدير المشروع. عارف يعني الكواليتي دي بتصف الشغل والكواليتي بتاعت الشغل ابتداء من التوب مانجمنت لغايه اللي بيشيل بالقروان، بس كان لسه في حد بيشيل بالقروان. السبعه، السبعه والثمانيه اللي هم بقى ايه؟ انك تشتغل بقى الريسورسز كلها من اول لاخرها، والكلام كله. والثمانيه الفولدر سيلز ديفلوبمنت، ان انا كل الداتا اللي عندي حاجات كلها بعمل ايه؟ جنريشن بقى، او عمليه الشغل اللي هتطلع لي ايه؟ برودكت يعني، سواء سيرفيس او سواء ايه. فالسبعه والثمانيه دول اللي هم بلان، اللي هم الدو اللي بيمثلوا الدايره بتاعت الدو. الثمانيه بتاع عشان تفتكر لي حاجات كتير قوي، العام والشراء، البيانات، الانتاج والخدمات، وهكذا اول اخر. طيب تسعه بقى اللي هو البرفورمانس ايفاليشن، اللي هو ايه؟ اللي هو التشيك، اللي هو عايز اعرف فرق بقى ما بين البلان والايه؟ والدو. بقى التسعه دي تقييم الاداء اللي هو التشيك. الاكشن بقى اللي هو الامبروفمنت، سواء ان انت لو في نون كونفورمتيز او لو فيها كوركتيف اكشنز ما بين اللي انت خططته واللي انت عملته، بتعمل نون كونفورمتي او كوركتيف اكشنز نصلح. وفي بقى ايه؟ الامبروفمنت اللي هو كونتينوس امبروفمنت، يعني انت ممكن تبقى عندك النتيجه بتاعتك 100% عايزين انك هنعمل امبروفمنت، لو ما عملتش كونتينوس امبروفمنت يبقى انا شكيت واخد في مكانها وهي ما حسناش. خلاص؟ بعد كده عندنا ايه؟ الابندسيس دي ايه؟ هنتكلم عليها دي بسرعه برضه. الهيكل التنظيمي بتاع الشركه والسيكونس بروسيسز متصله مع بعضها، الكلام من الاول. معلش هنجري شويه خلاص. هنا كواليتي مانوال تمبلت هنعمل شيرنج بقى للايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط احنا تقريبا وقفنا هنا المره اللي فاتت في اللي بعد دي تعرف. لا من هنا كده، لا خلينا في اللي قبلها السبع عشان نبقى عارفين، وهندخل نجيب النشير اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم بي اس اس اي وورد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ده لا خلينا نخلي ده شويه الاول، ده تاني. اوبا اوبا اوبا، شيل ويندوز كروس. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. هنقدر نعمل طيب هنقدر نعمل شير سكرين من هنا، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، مفيش مشكله. وبنبقى ايه نعمل شير تاني بعد كده، امر لله. معلش معلش. طيب احنا ده ده كنا بنتكلم عليه ده كده صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنعدي على ده بقى بسرعه.
اللي هو ايه ده، اللي هو ده التمبلت نفسه اللي انا برضه اللي انت باخده لازم، وانت بتعمل الكواليتي مانيوال بتاعك لازم ايه، ده الاصل بتاعه التمبليت اللي هي النموذج اللي انت بتشتغل عليه. ف this manual describes the quality management system delineate authorities interrelationships as well as of personnel operating with the management system and might also provides reference to procedures. بيبين الناس اللي بتشتغل وبيدي البروسيدرز اللي عنده والاكتيفيتيز اللي فيه اللي خاصه بالكواليتي مانجمنت كله. لما is used to familiarize customers and other external organization or individuals with the controls that have been implemented. وبيشرح للناس اللي بره كلها اللي هشوف الكلام ده ان هو ايه بتشتغل ازاي وبتعامل مع مين. في حاجه اسمها اقدر اعمل اكسكلود لو انا في السيستم اللي انا هاخده، انا بقى انا هاجي بسرعه شويه. بتشيل حاجه معينه، انا مثلا انا كشركه ما بعملش ديزاين ولا بعمل ديفلوبمنت كل كواليتي مانجمنت سيستم as we don't design or modify components. يبقى انا بعمل وممكن اعمل اصول لحاجات ثانيه. انا ممكن يبقى عندي مثلا ما بقاش انا العقد بتاعي ما فيهوش توريدات، يبقى انا ايه اكسكلود التوريدات وهكذا. يعني اي حاجه اكسكلودد بشيلها. زمان كان عندنا، كان 9001 9002 9003 اول ما اشتغل سنه 92، فكان 9001 بيعمل كل حاجه. 9002 اعتقد بتشيل المانجمنت، 9003 بتشيل حاجه ثانيه غير المانجمنت كمان. فيعني ايه ده عمر طويل يعني، يعني في 25 30 سنه. فيعني كانت متقسمه كده الاول، انما دلوقتي لا، هو عندي واحد بس 9001 وهو اللي من ايه اللي احنا بيعمل اكسكلودنج هنا للكلوز اللي انا مش هشتغلها من الكواليتي مانوال بتاعي. الريفرنسز بتاعتنا بقى اهي، شوف هنا، شوف هنا عندنا ايه، مش ستاندرد ان ايزو 9000 2015 الكواليتي مانجمنت سيستم فاندمنتالز اند فوكابلري اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي. 9004 اللي هي ايه، كواليتي مانجمنت سيستمز جايد لاينز فور بيرفورمانس امبروفمنتس. 11011 2011 اللي هي الاوديتنج مانجمنت سيستم. الاوديتنج نفسه انا اعمل اوديتنج هو المانجمنت بايه، في جايد لاينز للاوديتنج، هتعمل اوديتنج ازاي يعني مش اي حاجه. الاوديتنج سيستمز مش موجوده من ضمن ايه، مش جوه ال 19001، لا لا ايزو 19001 9001 قصدي. ففي ايزو 19001 عشان ايه، لان انت دلوقتي لما بنعمل السيستم يبقى عندك انترنال طلعت منصه ولا زي ما عارفه الانترنال اوديتورز دول بيعمل لهم تريننج، يبقوا على قد ايه الشركه، لان الشركه وهي شغاله بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها اوديتورز بيفتشوا دايما على النظام، بيفتشوا على ايه، على الناس من اخرها، لغايه ما يجي الاكسترنال اوديتور بيجي بعد ايه، زي ما بالاتفاق ممكن بعد 6 شهور ممكن بعد سنه، عاده بيبقى اخر اول سنه في الاوديتنج، اخر ثاني سنه في الاوديتنج، ثالث سنه بيبقى فيه رينيوال ايه للشهاده، وبيبقى كان موجود في الشهاده بتاعت في العقد بتاع الاكريديتيشن. طيب الديفينيشنز، لو انت اي نو ديفينيشن تو اذر رايز اون ذا فولوينج، يعني ما بتديش اي دوكيمنت ده ما بيديش اي ديفينيشنز جديده، كلها موجوده في الايه، في الـ 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 في السبيسيفيكيشن الاولاني، في الايزر الاولاني ماشي. الساندر بيزنس تكنولوجي، كل التكنولوجي الموجوده هناك هي اللي شغاله معانا هنا، او لو في تكنولوجي شغال يوزد في المكان اللي انت بتعمله خلاص اتس اوكي. طيب اباوت اورجانيزيشن بقى، برضه احنا هنتكلم على ده بسرعه. ده السيستم بيتعمل ازاي؟ يعني كل واحده من دول اورجانيزيشن كوميتد تو ديفاين كذا فانكشن از ماي ماركت بليس. اورجانيزيشن ايدنتيفايز انلايز مونيتور اند يوز فاكتورز ذات مي افكت اور ابيلتي ساتسفاي كذا كذا كذا. الكلام ده كله ده بيجي ازاي؟ بيبقى عندنا هنتكلم على الكلام ده ان ديتيل بعد كده. التيبكال كواليتي مانجمنت سيستم انبوت هيراركي، دي مدخلات للانترنال ايشوز والاكسترنال ايشوز والانترستد بارتيز ماشي، لوكال فاكتورز والماكرو فاكتورز. بعد كده بتعمل حاجه اسمها سوات اناليسيس وبيرسل اناليسيس. سوات اناليسيس دي اللي هي بتاعت يعني اي حاجه متعلقه بالاستراتيجيك مانجمنت، في سترينث وويكنس اوبورتيونيتيز والثريتس. السترينث اللي هي القوه، ويكنس الضعف، اوبورتيونيتيز اللي هي الفرص، الثريتس اللي هي التهديدات. السترينث والويكنس بتبقى من جوه المؤسسه نفسها، هنتكلم عليها برضه مش بالتفصيل يعني، هنتكلم عليها عشان نبقى عارفين برضه ايه ده، انما عشان يقعد يتعمل ويتكتب ده موضوع جميل
حلو حلو جدا. وبروجكت مانجر المفروض ان هو يعرف الكلام ده كله عشان يعرف يعني ايه. لو قال له بقى كيو اف سي بيشتغل في حته مش فاهمين يعني ايه كيو اف سي، او هو يشتغل الباسل اناليسيس دي الحقيقه اضافه جديده على ايه؟ على ال 15 ما كانتش موجوده زمان. والسؤال اناليسيس بقى ما كانتش اوبليجاتوري زمان، احنا كنا بنعملها برضه. الاورجنايزيشن استراتيجي يعني السؤال اناليسيس دي، الباسل اناليسيس دي احنا بنعملها من ضمن ايه؟ اورجنايزيشن استراتيجي، عشان منها بنقدر نحدد قوتنا وضعفنا، مش بقى يعني احنا ايه؟ يعني تحليل كامل لكل حاجه. والباسل اناليسيس دي فيها ايه؟ فيها حاجات جميله جدا يعني في البوليتيكال و الى اخره. طيب عندنا بعد كده البيزنس بلاننج، في ريسورسز والبادجتس، بعدين بندخل على الكواليتي بوليسي، بنبين فيها الاوبجكتيفز والكي بي ايز والمتريكس، وبعدين ايه المانجمنت سيستم اللي هو كونتكست سكوب. ماشي الحل؟ بسم الله. هنا ادي الانترنال ايشوز اللي كنا بنقول عليها من شويه واللي احنا بنحتاجها. احنا بنعمل الايه الكواليتي مانيوال، الماركت شير اول حاجه ادي الايه الانترنال ايشوز، الماركت شير بتاعي انا في الماركت كام. لو انا قطاع المقاولات مثلا، بلاش مقاولات، خلينا نتكلم حاجات اكثر، قطاع مثلا صناعه حاجه معينه بس عشان ناخد ماركت شير، او قطاع المقاولات حتى. يعني قطاع المقاولات مثلا بيعتبر ان كل حجم المشروعات اللي موجوده في مكان معين 100% 100% خلاص. في مثلا 10 شركات مقاولات هم اللي ماسكين الماركت، كل شركه واخده كام من الماركت؟ في شركه قويه هتاخد 20%، وفي شركه هتاخد 30%، في شركه هتاخد 2% وهكذا من الايه من الماركت. ودي بتبقى على فكره معروفه ومخططه ومحسوبه، خلي بالنا يعني. يعني ما اعرفش طبعا الدنيا هنا في ماشيه ازاي، لكن وورلد وايد في اي حته بيبقى معروف ان كل الشركه دي عليها كذا ماركت شير من اللي عندها، وزاد او ما زادش او نقص او ما نقصش بسبب ايه. والشركه نفسها بتتحاسب انترنالي، لو كان في خطه مثلا ل اسمه ايه ده، يعني لو انا المفروض ان انا ابقى ماركت شير بتاعي 10، وانا كمدير المنطقه او اريا مانجر ما جبتش ال 10 دول، بقوا 7، لا اتحاسب، اتحاسب، ممكن اترفد. عملت 15 ابقى كويس، يبقى انا قدرت ان انا ايه ازود الماركت شير بتاعي يعني. ودي بتحصل كتير قوي يعني، مش عايز اتكلم كلام شخصي، لكن في حته كتير كان بيبقى داخل بماركت شير 6 7 وبنوصل ل 50 60 وبنشيل الماركت، لما بتبقى ايه؟ لما تبقى واخد المانجمنت مظبوط ودرسه مظبوط. وكان بيقول ده كله على فكره يؤدي بيك لكده زي ما قلنا قبل كده، ده اللي هو احنا يعني عجزنا على احنا نقول حاجه على نفسنا يعني مش من حقنا او الاخر، لكن اللي هيخش في هذا الكلام ويدرسه وهيبقى احسن مننا مليون مره. وانا قابلت شباب برضه لما قبل كده برضه يعني حضروا معانا وما حضروش كل ده يعني في السعوديه وغيره، وعزرتهم في مشروعاتهم او في الشركات هم مسكوها، كانوا ممتازين، ودي يعني انا بفخر بيها وبعتز بيها، اكتر حاجه بعتز بيها يعني. طيب هنقول الانترنال ايشوز بقى بتدخل هناك، الماركت شير، الامبلويز، العماله اللي عندي. احنا في اما كنا في الخليج 2006 و7 و8 كانت الشركه بتقيم بعدد العماله اللي فيها، يعني انا ممكن ابقى شركه فيها 3000 عامل، لو انا بتعمل شركه فيها 5000 عامل ده فاكتور من الفاكتورز اللي تخليني اخد الشركه. ممكن الشركه تبقى هايلي كواليفايد لكن ما عندهاش عماله كفايه للمشروع. ما كان التقييم كان كده، انا ما اعرفش يعني مش اوكوران يعني زي ما بيحصل في الخليج دلوقتي، زمان كانت الايه يعني الناس كانت بتخطف العماله او بتجيب اكتر بتخليها عندها، لان كان الشغل كان ايه، كان قبل الوقعه بتاعت 2009 يعني. البرفورمانس طبعا، بيرفورمنج ازاي؟ كان بسبب اساس علمي، والله يلا يلا بينا، ولا الناس اللي فاكرين ان المقاولات سرقه وبعتوا لنا سرقه وقاعدين بتوع سرقه، مش اداره، والمقاولات اداره، والمقاولات مش اداره فلوسك، اداره اموال الغير. ده كل دي حاجات معروفه، لان البرفورمانس قايمه على كده. الفالوز والكالتشر، القيم والكالتشر بتاعت الثقافه بتاعت الناس. وزي ما قلنا برضو دي حاجه يعني انا اصلا مش شجعي ان انا اعرفها من جميل، لكن انا لما اشتغلت فعلا في الخليج كله، ان انت اجمل حاجه
واقوى حاجه واحسن حاجه بالنسبه لك كشركه او كمشروع، انك لا تعتمد على جنسيه واحده او اثنين او ثلاثه في منطقه. كل ما كان عندك مالتي كالتشر ومالتي ناشوناليتيز ومالتي ريليجنز ومالتي كل حاجه، كل انت مشروعك ما بي ايه ما بي ما بيتحرك صح التركيبه بتاعتك. بس شرط انت تكون شاطر، يعني ما تكونش انت مثلا يعني ما تبتع... ما يعني ما تبقاش متعصب مثلا لمصري او لمسلم او لمسيحي او لاي حد. لا تتعصب، تتكلم بعقل ربنا زي ما ربنا امرنا. يعني ايه يعني خيركم يعني ايه يعني تقوى الله، يعني تتقرب ربنا سبحانه وتعالى بقى باي شكل. يعني ايه لا فضل العربية على العجمين الا بالتقوى، يعني العدل اللي احنا اتربينا عليه وعشنا عليه هو اللي يبقى معانا. وده له سبب، هو سبب بسيط جدا 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 جدا. لو انت عندك جنسيات مختلفه، عيد قومي مثلا بتاع مصر المصريين كلهم بياخدوا اجازه مثلا، او عيد اضحى او عيد فطر، عندك جنسيات تانية، عندك اديان تانية، عندك انتماءات تانية، فهتلاقي المشروع بتاعك لو غاب عندك، لو انت مشروعك فيه مثلا فيه 500 واحد غاب عندك 100 خلاص، ما انت ال 100 دولت ممكن المشروع بتاعك ما يتاثرش، هتوزع شغل ال 100 دي، ال 100 دي في 8 ساعات في اليوم او 800 ساعه، هتوزعهم على مين؟ على 400 التانيين، كل واحد هياخد مثلا كذا ساعه. يعني القصد ان تعدد الثقافات وتعدد الجنسيات وتعدد الاديان وتعدد المعتقدات ده، دي قوه للاماكن. انا شخصيا بعتبر هذا الكلام كده بشرط العدل. ما فيش حاجه اسمها يقول لي ده انت ده عشان مصري ولا ده عشان مسلم ولا ده عشان بلدياتك ولا عشان، لا لا تبقى عادل، هتلاقي الدنيا كلها ماشيه معاك مظبوطه. وانا بتكلم عن تجربه، ده مش الكلام ده مش في كتب. طيب values and cultures innovation and knowledge، كل ده جوه ايه internal issues. انا كشركه الناس اللي معايا، زي ما برضه كنت بشتغل مره مع واحد في اريا مانجر هنا في مصر، المدير بقى الاعلى مني هو كان، هو مدير واحد يقول انا عندي المهندس يعني ايه، لا احطه كده زي الحصان في دايركشن واحد، هذا ده كان صديقي يعني. قلت له لا انا دي برميها، لازم كل واحد عندي في الموقع حتى العامل اللي واقف ماسك شاكوش او بيشيل حاجه او بيصب حاجه بيعمل حاجه، كل واحد له فكر له طريقه وبيصلح نفسه، كل واحد عنده رغبه ان هو يبقى يعني احسن وافضل. القصه مش افضل اعداديه ولا ثانويه، بقى افضل في شغله هو. يعني في واحد اسمه صنايعي محترم، الصنايعي ممكن يجيب واحد صنايعي اشتغل الشغل بتاع ثلاثة سنين اللي هم العاديين. فدي ايه؟ لازم الناس بتاعتك بيبقى في انوفيشن، بيبقى في نولج. بعد كده بقى ايه؟ الاكسترنال ايشوز بقى اللي هي بتدخل في الكلام ده كله، ايه؟ كاستمرز اند سبلايرز، اللي هم الكاستمر اللي هو العميل او الزبون، السبلايرز اللي هي الايه؟ الموردين بتوعي، الماركتس والكومبيتيشن، الاسواق والمنافسات، ريجولاتوري اند ستاتيوتوري اللي هو القانونيه والاجرائيه، التكنولوجيه هل انا مستوى التكنولوجيا شكله ايه؟ يعني احنا زمان كان عادي جدا بتلاقينا في الشغل عاملين خلاطه وجايبين زلط وجايبين رمل وجايبين ناس كان اسمها طبيه نعمل خلاطتنا في الموقع. وانا اسف اني بقولها، كنا بنعملها احسن من اللي بتجيلنا من المحطات دلوقتي. ده طبعا ما بنقولش الكلام ده قوي كتير عشان ايه؟ ما بنقولش احنا متخلفين قوي الى اخره. انما يعني او انا لما بجيب اكل من بره زي ما بجيب زي ما بطبخ في بيتي، انما يعني ايه خلاص الدنيا ماشيه كده. انت بتاخد بتاعه في كواليتي كنترول وفي سيستمز موجوده عشان تضمن ان انت تاخد الايه البرودكت اللي انت عايزه من بره تاخده كويس، يعني كخرسانه مثلا او اي حاجه تانيه. كان بنعمل البلاط، يعني اي واحد عماره زمان كان بيشتغل في الخمسينات في الستينات وفي السبعينات او قايله برضه، كان اي واحد مقاول عنده مكنه بولات بيقعد يعمل بولات الموزايكو والبلاط السطوح بتاعه. يعني انما دلوقتي طبعا ما عادش الكلام ده خلاص، في ناس بتعمل لكن بقت كل حاجه دلوقتي اتقسمت. يعني الكالتشرال والسوشيال اللي هي ايه؟ الثقافه بقى، الثقافه العامه والايه؟ والكالتشر اللي هي الكالتشر اللي هي الكالتشر الثقافه، والسوشيال اللي هي الايه؟ الاجتماعيه، يعني الموقف الاجتماعي. طيب ومينتين اند ريتين، يعني هي في حاجات اضافيه بالنسبه للايه؟ الحاجات اللي احنا بقى بتبقى مرفقه او موجوده مع الكواليتي مانجر.
انا اللي هو ايه او يو مينتين اند ريتين ان اديشن تو ذيس دوكيمنت ذا فولوينج دوكيومنتد انفورميشن تو سكرايب اور اورجانيزيشنال كونتكست. يعني احنا دلوقتي مع الكواليتي مانيوال مش لوحده اللي بي اللي بي اللي بي بيوري او بيظهر للعميل اللي انا رايح له ان انا عندي نظام اللي هو الايزو او اخره اي نظام بيقول ايه؟ يعني الايزو ده عباره عن ايه؟ ثيرد بارتي سيرتيفيكيشن ذات this organization or this company or this any type of producers ان هو يعني ايه لو ماشي بالنظام اللي احنا عاملينه له ده هيدي لك المنتج اللي هو الكويس بتاعه. هي خلي بالنا برضه الايزو ما هوش على المنتج، الايزو على ايه؟ على النظام. طيب قلنا بقى ايه دي السبع حاجات اللي هي بتكون الكلام اللي احنا بنقوله. عشان كده هتلاقي برضه يعني ايه اول نقطه ايه الاناليس اوف بزنس بلانز strategies and statutory and regulatory commitments. لازم تشرح هذا الكلام يا اما يبقى موجوده في هي دي بارت من الكواليتي مانوال. خلاص الاناليسيس اوف تكنولوجي اند كومبيتيتورز دي برضه بارت الكواليتي مانوال، وممكن تبقى ايه اجندم ليه او جزء منه او لوحده وكده، لان كل الحاجات دي مؤخره برضه مش واحد بس اللي بيعملها. يعني الكواليتي مانوال ده بتاع السيستم ده يبقى كل واحد في له تخصص بيعمله. Economic reports for relevant business sectors. Economic reports تقارير اقتصادية للايه للبزنس سيكتورز لكل الايه اللي هو البزنس سيكتورز اللي هي في اي في شركة، في بزنس اكوزيشن، في بزنس مانجمنت، في تبع يعني خلاص. Technical reports for technical experts and consultants اللي هي التقارير الفنية من الاكسبرتس اللي هم الخريجين او الكونسلتنتس. يعني الحاجات دي كلها ما بتبقاش جوه الكواليتي مانجر نفسه، لكن ابقى عارف ان دي حاجات لازم ابقى محافظ عليها، وبتبقى ايه هي بتثبت لاي ثيرد بارتي او اي حد ان هو عايز شغل ان انا عندي هذا الكلام. الصوت اناليسيس ريبورتس اور سكيدجول فور انترنال ايشوز. الكلام ده جديد على فكره، يعني احنا كناش بنعمل صوت اناليسيس تمام وبيبقى انكوربوريتد في الـ في الـ في الـ السيستم. احنا كنا بنعمله على نفسي دلوقتي بقت اوبليجاتوري دلوقتي. البيرسونال اناليسيس ريبورتس او سكيدول فور اكسترنال موجود من زمان البيرسونال اناليسيس، بس ما كانش موجود برضه. بس كل حاجه بت ايه زي موضوع الريسك، ريسك مانجمنت عمره ما كان بيدخل بهذا الشكل، دلوقتي بقت خلاص يعني ريسك مانجمنت دلوقتي بقى يعني حاجه من حاجات المانداتوري يعني. وبعدين البيرسونال اناليسيس هنتكلم عليه وهنتكلم عليه بسرعه. المينتس اوف ميتنج المانجمنت اند ذا ريفيو مينتس بروسس مابس اند ريبورتس اكسترا. حاجات اللي هي ايه المينتس اوف ميتنج والديزاين ريفيو مينتس والكلام ده كله بروسس مابس اند ريبورتس. طيب سوت اناليسيز هنتكلم عليها هنشوفها يعني. بروفايز اور اورجانيزيشن وذ فريم ورك فور ريفيوينج اند ايفالويتنج اور ستراتيجيز اند ذا بوزيشن اند دايركشن اوف اور اورجانيزيشن بزنس بوزيشن and other ideas. Similarly, personal analysis provides our organization with framework for measuring our market and growth potential according to external political, economic, social, هذه ثلاث حاجة، technological, ادي legal, وادي environmental اللي هو البسل اللي هي PESET اللي هي P for potential, E for economic, social, S for social, T for technological. يعني دي العناصر اللي انا ايه بتكلم عليه بحل عشان اعمل تسل اناليسيس. طيب هنتكلم برضو على ايه ريفن انترستد بارتيز. يعني في ناس بتسمى ستيك هولدرز، لكن اللي انا لاحظته هنا ان هم مش حاطين كل ستيك هولدرز، فانا هاخد الترمينولوجي زي ما هم بيقولوا يعني. لما حته كتيره الريفن انترستد بارتيز بيقولوا عليها ايه الستيك هولدرز، هنا بيقولوا بيتكلموا على ان انترستد بارتيز انا ما عنديش مشكله بحاجه يعني ما فيش حاجه. المهم في الحته دي بقى recognize that we have a unique set of interested parties whose needs and expectations change and develop over time and furthermore that only a limited set of their respective needs and expectations are applicable to our cooperation and to our quality management system. Such needs and expectations broadly include those shown in the table below. يعني كل واحد له interest في حته معينه. هتبان دلوقتي يعني هم دول انترست بارتيز هم 1 2 3 4 5 6 بس بتكلم على 6 من دول بس هم في كتير بس دول خلينا نتكلم في دول اللي هم ايه اللي ظاهرين قدامنا. الكاستمر عايز ايه؟ ان ذا اكسبكتيشن اللي هو البرايس بتاعه كويس
reliability الالتزام والفاليو والقيمه. طيب الديستريبيوتورز والريتيلرز هم الموزعين والتجار، عايزين كواليتي وعايزين برايس وعايزين لوجيستكس اللي هي الايه التوريدات او اللوجيستكس يعني اللي هي الخدمات اللوجستيه يعني. فده الديستريبيوتور والريتيلرز، يعني انا بنتج حاجه وعلى الناس بتوزع لي وعلى الناس بتبيع لي. الاونرز والستيك هولدر والشير هولدرز، في اونر والاونر ده ممكن يبقوا مجموعه مع بعض. البروفيتابيلتي اند جروث، ده يهمه طبعا ان هو ايه يكسب ويكبر. يعني انا مش داخل بشتغل على حاطط مثلا شريك في شركه او في اي مؤسسه انتاجيه او تجاريه او الى اخره عشان اخسر، لا ببص البروفيتابيلتي اللي اكسب والجروث اللي هي تكبر. يعني انا باجي مثلا بمليون جنيه مثلا راس مال، عايز بعد 7 8 سنين يبقوا 5، عايز بعد 10 سنين يبقوا 10. طيب او اكتر بقى، لان التضاعف. يعني انا شركه من فضل الله سبحانه وتعالى في اواخر التسعينات عملنا عايز مع بعض، اول سنه كان عندهم التيرن اوفر 6 7 مليون، كانت مبلغ تقريبا. الايزو خدنا الايزو ثاني سنه كان التيرن اوفر 42 مليون، 42 مليون يعني اول سنه انا دخلتها او خالص. عملنا لها الايزو وعملنا لها النظام وظبطناه يعني كده، مش انا لوحدي. هو حد يقول لك انا عملت حاجه وتقول له يقول لك انا لوحدي، لا ده كلام مش مظبوط. I stopped as the shared window is closed. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اعمل شير سكرين تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في بسم الله الرحمن الرحيم. احنا واضح ان هي ال معلش معلش عن ايه سلكت من دون هذه معلومات تمكيت خلاني شير final presentation. معلش انا اسف بس طيب معلش سامحوني يعني الحاجات اللي بتحصل كده يعني. طيب احنا قلنا وصلنا لغايه فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه طيب احنا هنا احنا هنا يعني هنحاول نجري بسرعه شويه او احنا كنا هنا. كذا الاونر قلنا بروفيتابيلتي اند جروث، امبلويز الموظفين، شيرد فاليوز وسكيورتي، ان انا كموظف لازم القيمه اللي بتزيد على الشركه لازم تزيد عليا ما ابقاش خلاص، والسكيورتي برضه ابقى سيف يعني سكيورد ما ابقاش يعني في دقيقه يقول لي متشكلين منك. للاسف في حاجات كتير اختلفت يعني بقى يعني عشان كده اي ريكومند ان ما تطولش عن 7 8 سنين 9 سنين وتعمل البيزنس بتاعك. يعني اوعى تطول في اي وظيفه مهما كنت لو وصلت حتى مش عايز اقول كلمه كبيره يعني. The future is not for the employees. The future ان اعمل البيزنس بتاعك على قدك ويكبر معاك بقدر ما انت هتشتغل رزقك على ربنا بس. يعني دو يور بزنس. انا كل ما تكبر في السن وفي الخبره وفي الاداء وفي حاجات مهمه كده، لو مش حاجتك محدش يعني الا اذا كان حد يعني محتاج قوي بقى وهيقع وهيعمل، ودي بتبقى يعني دي حاجات نادره يعني. المهم فيعني اي ريكومند ان اي واحد تكنيكال، دكتور مهندس صيدلي محاسب،
يعني ايه لازم يبقى له هيز اون بزنس. الامبلويز شير فاليوز اند سكيورتي. السبلايرز يهموا ايه؟ بنفيشال ريليشن شيب، ان العلاقات تبقى ايه؟ تسبب له مكسب. ريجولاتوري كومبلاينس وريبورت بحاجه ايه؟ مناسبه، لان دي الاجرائيه والقانونيه. ماشي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الكواليتي مانجمنت سيستم السكوب بتاعه اهو. Organization had established the scope of our quality management system in order to implement our objectives and our policies that are relevant to our context, products, and interests. But إننا السكوب بتاع الكواليتي بتاع المانجمنت سيستم بيعمل إيه؟ تطبيق الأهداف الأوبجيكتيف والسياسات اللي هي إيه؟ مطابقة والكونتكست والبرودكتس بتاعت الانترست بارتس كلها. يعني كل الانترست بارتيز اللي هي متعلقه بيا محطوطه جوه السيستم بتاعي، كل واحده بتاخد انت كونسيدريشن. طيب في المانجمنت سيستم بروسيسز، دول اربع انواع. البروسيسز احنا قلنا البروسيس دي بروسيس اللي هو ايه؟ اتكلمنا عليه قبل كده. البروسيس انت عندك اي حكايه، يعني وروح اشتري في حاجه الفلانيه وخدها وروح وديها لفلان يعمل لك فيها كذا، ده بيبقى ايه؟ بروسيس. واحد اثنين ثلاثه خمسه سته هنشرحه برضه بعد كده، لكن البروسيس ده شرح للخطوات من اول ما بتفكر في الحاجه غير ما بتخلص، يعني جوه الموضوع هنشرحه بعد كده. البروسيس ده عباره عن اجراء. انت مثلا عشان تتوظف، عشان توظف بتوظف ازاي؟ بعمل اعلان، بيجوني كام واحد، بختبرهم ازاي، بقيمهم ازاي، وفي الاخر النتيجه ايه؟ ان انا وظفت مثلا واحد اثنين ثلاثه اربعه. المشتريات، انا عايز اشتري مثلا حاجه معينه، الاجراء بتاعها بيبقى ازاي؟ بحدد المواصفات بتاعت الحاجه اللي انا عايزها، بحدد التجار او الموردين اللي بيشتغلوا فيها، بعرض عليهم كل واحد فيهم، كل واحد بيجيب لي كواليتي وبيجيب لي سعر وبيجيب لي وبيجيب لي كاوفر، بختار انا كل الكلام ده كله، وبعدين في الاخر ايه بقارن ما بينهم واعمل كل ده، ده اسمه ايه؟ اجراء. اي حاجه من دول اسمها اجراء. Your organization has implemented a quality management system that exists as part of a larger strategy that has established, documented, and implemented our processes, quality policies, and objectives. الكواليتي مانجمنت بروسيسز عباره عن هي ايه؟ هي العناصر اللي ايه اللي بتكون الكواليتي مانجمنت بتاعي. المانجمنت بتاعي. طيب كل ده على فكره اللي انا كاتبه بالاحمر ده، ده هو اللي انت بتملاه. يعني هنغير هنا ماي اورجانيزيشن علي علي كو خميس كو اي حد، يعني اي كومباني او اي مؤسسه او اي حد. اوكي، يعني دي يعني ايه موديل او فورم، يعني تاخد دي تملاها فورم، بتبقى انت عملت بتراجع بقى وبتربطها بجميع الشغل اللي انت هتشتغله، بالباستل اناليسيس، بالسوت اناليسيس، بالبزنس كيس، بالكلام ده كله الاخر. عشان كده لو قلنا يعني انت كبروجكت مانجر، انت بتستعمل الكلام ده كله عشان ما حدش يتخض. الكلام ده كله بقى عندك كواليتي مانجر، واللي بقى كواليتي مانجر شاطر والناس بتسمع كلامه وملتزمه بيه، هو ماشي بأسس كويسه، كل ما المكان ده بيمشي كويس ولمصلحه صاحب الشغل. يعني صاحب الشغل اللي بيرفض ان هو يعمل ايزو او الموف ان هو يعمل نظام، تعرف ان هو عمره في الماركت زاد اسر. احنا شركات قدامنا انا وراه اكثر من 40 50 سنه، هو وقعت قدام عينينا اكثر من 40 50 سنه، هو وقعت قدام عينينا. الكلام ده حصل في الامارات وحصل في 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 في, في السعوديه وحصل في مصر هنا قبل ما نمشي كمان. باسماء، اسماء عرفناها وشفناها واشتغلوا معاه واشتغلوا معايا واشتغلنا معاهم، بس رفضوا هذا النظام. وفي ناس ثانيه، يعني احنا مثلا من سنه 77 78، يعني دي اول من اول شركه كبيره يعني، ومن فضل الله خد الورق ده اعمل شركه في اسكندريه. من فضل الله سبحانه وتعالى شغال لغايه دلوقتي، وشغالين فيها دلوقتي ناس برضو ايه؟ الجيل الثاني او الثالث اللي كانوا شغالين معانا. طيب فيعني ايه؟ اي مكان يعني دور بس ان انت تشتغل في مكان لو فيه الايزو سيرتيفايد او فيه كواليتي في سيستم هيبان جهدك. لو انت في حته يلا بينا وخلص دي ودي عشان خاطر فلان ودي عشان خاطر العلان ودي ما احنا عارفين بنعملها كده، وكان بقول ما فيش نظام، او انا صاحب الشركه خسران، انا بيخسر بيخسر، وثانيا ملهاش عمر. طيب هنقول بقى ايه عاده
المايكرو سيستم بروسيس عباره عن ايه؟ اربع انواع. ذا بروسيس ابروش قصده كذا، يعني ده هنا في هذا في هذه في هذا المانيوال انت بتقول انا شغال بالايه؟ بالاس 3001 2015. يعني في اجزاء كثيره بكده بس مش خلاص. By defining four key process groups and by managing their inputs, activities, controls, options. يعني النظام اللي انا عامله ده قايم على ايه؟ على اربع انواع من الايه؟ من البروسيسز. طيب البروسيس الاولاني او الاربعه جزء قليل leadership and planning processes. leadership اللي خاص بقى بالكوميونيكيشن بالناس بالتعيينات بكم من الى اخره. نقول ده الشيء اربع. بس ارجو ان الكلام اللي انا قلته ده يكون سمع يعني فاهم. هل في حد عنده مشكله في اما كنا بنتكلم من شويه، في حد عنده مشكله في كلام احنا قلناه مش فاهمه او حاجه؟ اللي قدام حاجه مش فاهمه ارجوكم يعني يقول او يرفع ايده او لو عايز يسال افتح لهم. هتشوف حد عاوز يسال حاجه باللي فات عشان ما نرجعش من غير لازم. حد محتاج حاجه نرجع. يعني احنا دلوقتي عند النقطه اللي هي مانجمنت سيستم بروسيسز اللي هو الاربع جروبس البروسيسز. ماشي، مفيش حد عنده اي طلب؟ مفيش حد عنده اي حاجه؟ طيب فاحنا قلنا مانجمنت سيستم بروسيسز عباره عن ايه؟ اربع جروبس من البروسيسز. الليدر شيب اند بلاننج بروسيسز، مجموعه بروسيسز بتبقى ايه؟ خاصه بالليدر شيب والقياده والكوميونيكيشن والايه والبلاننج. امر مع بعض. طيب خلينا نطلع نبص هنا شويه عشان ايه؟ هبان لنا هنا في الجنب هنا اهو. ادي ايه الكي بروسيس جروبس؟ اول واحد ليدر شيب، ثاني واحد الكاستمر اس كول ذا بروسيسز. حط الكاستمرز اللي هو العميل عشان هو ايه؟ اللي هو اكسترنال مش جوايا مش جوه السيستم معايا. والستيك هولدرز برضه ما هم ماشي مش يعني الستيك هولدرز اللي هم اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي كل واحد ايه له اهتمام ايه؟ دول كل واحد له هيبقى له بروسيجر. او برودكت وسيرفيس ديفلوبمنت بروسيسز اللي هو الانتاج والايه والشغل والتطوير يعني. الايفالويشن اند امبروفمنت بروسيسز رابعه مجموعه اللي هي التقييم والايه؟ والتحسين. هتلاقي الشكل زي ما اقول بلان دو تشيك اكت. يعني حضرتك هشوف احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحب نعمل نظام للشركه او للمؤسسه او لاي حاجه. خلاص؟ فايه؟ هنلاقي ان هو بلان دو تشيك اكت والكلام ده كله. اللي هيعمل الكلام ده صح وهيمشيه صح بيضمن النجاح بتاع كل حاجه. خلي بالك انا بقول الكلام ده يعني لله وللتاريخ ولابنائنا كلهم ولزمايلنا اللي موجودين. ان يعني ايه؟ ده انا اول واحد بيعمل شركه بقول له خلي بالك اعمل نفسك. المهم طيب the process group describes using tools such as documented procedures, process maps, flow charts, matrices, schedules and charts. كل دي انواع من البرزنتيشن اللي موجوده في ايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ البروسيس جروبس. بنستخدم التولز. يعني ايه التولز بتستخدمها؟ الدوكيومنتد بروسيدر. في بروسيدر بقول والله الخطوه الاولى بعمل اعلان مثلا على الكلام الفلاني، الخطوه الثانيه بحضر مثلا تيست للناس، الخطوه الثالثه بعمل كذا كذا. دي خطوات. البروسيس ماب بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا بعمل يعني ماب، يعني ان انا من مربع لمربع لمستطيل بعمل ماب يعني خريطه للموضوع ده. هنا في فلوت شارت. فلوت شارت بقى بيبقى فيه ايه؟ يعني طريقه عمل فلوت شارت اعتقد احنا شرحناها قبل كده اللي هو ازاي تعمل فلوت شارت. لا في كونديشنال وفي اف مثلا حاجه مثلا بوزيتيف تعمل كذا، اف حاجه نيجاتيف تعمل كذا، اف اجريد، اف يس كذا، اف نو كذا. دي فيها الايه؟ دي في الفلو دايجرامز. فلو دايجرام يعني وناخد يعني بحول البروسيس هتبان في البروسيس عندنا في الشركه في اللي كنا بنشتغل فيها في الفتره بتاعت الاي كيو بي اي وذا بروجكتس بروجكتس انترناشونال. هتبان المابس كلها باينه. فلو دايجرامز الماتريسيز اللي هي الماتريكس يعني حاجات افقي وحاجات راسي مرتبطه ببعضها بشكل زي السكيدولز اللي هي البرامج او زي اي نوع من السكيدول يعني والتشارتس
فكل الحاجات دي كلها ايه بتبقى ايه مرتبطه بالايه بالسيستم بتاعي. Appendix A2 which shows the sequence and interaction of host groups within our management system. دي هتبان في الابندكس بعد كده قدامنا يعني. فهنا اذا defining, implementing and documenting our quality management system is only the first step towards fully implementing its requirements. يعني تحديد وتطبيق ودوكيومنتنج ويعني وبالظبط المستند او ايه للكواليتي مانجمنت سيستم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، ده اول خطوه ان انا اعمل امبلمنتيشن لايه؟ للاستراتيجيه بتاعتي. الكي بيرفورمانس انديكيتورز عارفين الكي بي ايز اللي هي بنحدد الكي بي ايز بتاعت اي موضوع يعني وكده او التحليل بتاع اي موضوع that are linked to our objective to control and monitor our processes as well as assessment to determine. هنا بقى ادي اهو كواليتي مانجمنت سيستم حوالي ايه؟ الاربع حاجات اهو الاربع ايه؟ الاربع جروبس اوف بروسيسز ليدر شيب اند governance processes, the product development processes, number three, the customer support processes, evaluation and improvement processes. ماشي الحال؟ طيب. اعتقد ان احنا قربنا هنا خلاص. هنا ايه بقى؟ طيب. Given that are linked to our objectives to control and monitor our processes as well as assessment to determine the risk opportunities inherent to each processes, او الترندز والانديكيتورز ريليتد تو كلام بيرفورمنس. يعني انا يعني بيبقى عندي عاده ده ليا قياسات وانا شغال بيبقى ممكن يحصل معايا ايه؟ نون كونفورمتي وانديكيتورز عندي اللي انا تبين لي انا ماشي صح ماشي غلط وانا شغال يعني. اوبجيكتيفز وكوركتيف اكشنز يبقى عندي اهداف وبقى عندي حاجات بتتصلح. ما هو بلان دو تشيك اكت يعني انا عندي تشيك وعندي اكت ممكن يبقوا زي بعض بقى كويس قوي تبقى احسن يبقى اكتر من يبقى كويس. ممكن يبقى عندي ايه؟ حاجات اقل اظبطها دي اللي فيها فما عن كونفورمتي اصلحها يا اما ايه امبروفمنت بعد كده. وبعدين برضه الاوردرز ريزلتس يعني ده ممكن نتكلم على الاودت 19000 واحد بتحدد لي الاودت بيبقى ازاي؟ فبدرب اوديتورز وبفضل في الشركه ممكن شركه بقى فيها واحد اوديتور اثنين اوديتور ثلاثه اوديتور ده صغيره ممكن شركه يبقى فيها 20 اوديت تبع حجم الشركه وتبع الايه؟ الحجم بتاعها يعني. طيب الاوديت ده بيبقى ريزلتس لازم تخرج جوه السيستم من ضمن بلان دي تشيك اكت. طيب اند كاستم ساتسفاكشن داتا يعني ممكن احنا بنعمل شغل بنعمل شغل كويس قوي وزي ما بيسموه في بتوع الكواليتي اللي هو ايه جولد بليتد يبقى انت عامل شغل هو ما يحسش ان هو يعني ما يتبسطش يعني. بروسيس بيرفورمانس and the conformity of our product. يبقى ايه البرفورمانس بتاعتي البروسيس بتاعتي يعني انا اعمل البروسيس بتاعتي صح ومظبوطه ولا مزود بقى بروسيسز ومزود في يعني خطوات جوه ملهاش لازمه لازم ده وقع وده وقع وده وقع وده وقع. دي شغله الايه؟ اللين سيكس سيجما في الاخر اللي هو حاجه غير لاغيه دي الكلام ده كله. البرفورمانس اند conformity اوف our product. انا يعني يا رب تكون متابعين ماشيين مع بعض. انا مش بقول لك انت هتعمل الكلام ده، انت ممكن تصل انك تعمله. يعني بروجكت مانجر، انا اشتغلت كواليتي مانجر، اشتغلت بروجكت مانجر. يعني عديت على كل ديزاين وكل الكلام ده كله. يعني احنا ايامنا كانت الدنيا ما كانش الدنيا معقده زي دلوقتي. فكنا بنعدي على كل حاجه. فانما انت دلوقتي خمس ست سنين بال 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 بالفاسيلتيز اللي موجوده بالكمبيوتر ساينس اللي موجود بالاي تي بالبيم انفورميشن موديلنج بالبيم كل الكلام ده كله لازم بيسرع بانك ايه تطور نفسك وتطلع وتبقى بروجكت مانجر وبعدين بروجكت مانجر وبعدين تبقى كومباني مانجر وبعدين بورتفوليو مانجر وهكذا. خلاص احنا قلنا ايه هنا؟ اهو ريسك اند اوبورتيونيتيز بروسس اتكلمنا قلنا كلام خلاص الصراحه. طيب ندخل على الايه؟ على الاوت سورسد بروسيسز. احنا عندنا دايما ما فيش حاجه اسمها انا مش بشتغل في صحراء لوحدي ولا في جبل لوحدي يعني بزرع وبقلع وبطبخ وبعمل كل حاجه لوحدي. لا ده انا جزء في 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 ايه؟ في 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 اورجانيزيشن عام في هيكل عام.
انت ممكن تلاقي مصنع غزل، او مصنع نسيج، ومصنع تجهيز، ومصنع طباعه، عشان في الاخر يجي لك جوش شرابات او يجي لك تي شيرت، يعني عده مصانع. فانت ممكن تكون ايه، اي واحد له اوت سورسنج، له ان ولو اوت. دلوقتي طلع السبلاي تشين دلوقتي، ومن العلوم الجميله جدا، وبقى سهل حاجات كتير جدا، يبقى فاهم، تعرف نفسك انت فين في السبلاي تشين، واللي قبلك ايه واللي قبلك ايه، وهكذا. عشان كده العلوم بتتطور، واتطورت كتير جدا في خلال ايه 20 سنه اللي فاتت. فبنتكلم على الاوت سورس بروسيسز، احنا بنرجع للبروسيسز اللي هي ايه؟ من جوايا الحاجات الشغل. انما انا عندي اوت سورس بروسيسز من ايه بقى؟ جايه منين بقى؟ your organization identify the requirement to outsource any process. يعني انا بشتري حاجات، ببيع حاجات، بأجر حاجات or part thereof which affects conformity with the stated requirements. Identifies control criteria such as the competence of personnel. Competence اللي هي الكفاءة، كفاءات أو المقدرات بتاعت الناس. لازم أنا أحدد المقدرات بتاعت الناس، سواء اللي معايا أو سواء اللي هيتعاملوا مع حد بره. الانسبكشن ريجيمز، طرق وقواعد الايه، التفتيش، مش تفتيش اللي هو تفتيش الجيوب يعني، لا الانسبكشن اللي هو التفتيش، ما بتقراش تفتيش انسبكشن يعني. The provision of product conformity certificates، كيفيه الحصول على ايه، على الشهادات المطابقه لايه، لاي منتج. Adherence to specification، التطابق مع المواصفات عن specific job files. في السكشن 8 4 الكلام ده كله موجود من ضمن الايه؟ الاوتو ستارت 3. ماشي، انا بنجري بالكلام ده شويه. ده يعني ايه؟ ان شاء الله اي حد في اي وقت، يعني حتى احنا بعد ما نخلص احنا تحت امر اي حد في اي حاجه يعني، ان شاء الله. برضو احنا اعتقد ان العدد دلوقتي بقى مش بطال. عايز اراجع برضو اقول الكلام ده، ان احنا باذن الله تعالى هندي فرصه مثلا اسبوعين، واللي يخلص قبل كده يبقى ممتاز. كل واحد هيفكر في نقطة علشان يعمل لنا برزنتيشن. احنا اخدنا من ضمن الحاجات اللي اخدناها ازاي اعمل برزنتيشن، ازاي اجهز برزنتيشن، وازاي اعمله، وازاي اعمل برزنتيشن كويس. عايز كل واحد يختار نقطة، لو هو ادار مشروع قبل كده وعايز يعرض المشروع بتاعه، ماشي، عايز يعرض مثلا تقرير اسبوعي، يعني اي مشروع المفروض الاسبوع عايز يتم تقرير شهري، يعني اي واحد جوه السيستم، واحد عايز يعرض اداره حاجه معينه، انما يعني ايه يعني هو يفضل ان يبقى بروجكت مانجمنت. شوف انت بقى، احنا فهمنا وعرفنا يعني ايه بروجكت مانجمنت، فكل واحد فينا هيفكر في نقطه وخلينا نتناقش فيها حتى. يعني احنا عندنا النهارده لو حد مش حاسس، مش خليكم ما تسرحوش بدماغكم، خلينا مع بعض المره الجايه ان شاء الله، مع بعض كل واحد يكون جايب معاه مثلا نقطه معينه او نقطتين او حاجه، ويقول انا هتكلم في حاجه فلانيه، وهندي وقت كافي ان احنا نختار مع بعض. بعد كده ان شاء الله كل اسبوع نختار واحد او اثنين، كل واحد ياخد نص ساعه ولا حاجه يعمل برزنتيشن. ودي خلي بالكم من اهم الحاجات اللي محتاج لها مدير مشروع. ما ينفعش مدير مشروع ما عندوش القدره انه يقف قدام مليون واحد ويشرح شغله اللي هو ما عملوش، الطقم بتاعه اللي عمله، يبقى كويس قوي يتطلب ازاي ويعمل ازاي والكلام ده. ومحدش زي ما بيقول زمان، محدش بيتولد بشنب. ده في ناس بتبقى رؤساء مجالس ادارات الشركات ما بيعرفش تتكلم كلمتين، هو شهرين ثلاثه وشويه تريننج وايه، ويبقى يخسر البادي لانجوج صح والكوميونيكيشن صح والاكسبريشن بتاعت الوش والنظره والحركات الايدين، كل كلام من الاخر يعرفوا بيعملوا. يبقى احنا احد المكاسب بتاعتنا ان انا كبروجكت مانجر اقدر ابقى عامل برزنتيشن لنفسي كويس، اقدر اعمل اي ميتنج اقدر اديره، وعندنا الكلام ده، اي ميتنج اقدر ابقى ممبر فيه وابقى ممبر فعال جدا، اي اورجنايزيشن اقدر اشتغل فيها واعرف امانج ازاي. واحنا عرفنا يعني ايه مانجمنت، وعرفنا يعني ايه ريسورسز، وعرفنا يعني ايه كواليتي، عرفنا يعني ايه كونستراكشن، عرفنا يعني ايه بروجكت، عرفنا ايه بورتفوليو، عرفنا يعني ايه بروجرامز. فكل واحد هيختار نقطه، وان شاء الله باذن الله تعالى نبتدي نشتغل عليها. انا مش يعني احنا مش
يعني لا احنا في كليه ولا احنا في مدرسه ولا حاجه، احنا كنا مع بعض، وما يمنعش ان انا اقول حاجه واي حد يردني او حد يقول حاجه واحنا نرد وهكذا. يعني احنا كلنا وي ار، احنا كلنا يعني ايه تيم، وكلنا ان شاء الله هدفنا واحد، ان يعني يحصل لدينا كلنا امبروفمنت يعني، وثق وثق في حاجه ان ما حدش حتى من الكبار جدا جدا، الناس اللي هي يعني عشان انا مش عايز اقول اسماء يعني، يعني في حياتنا احنا شفناهم واقفين قدام الكاميرا بيتكتفوا في الاول، وبعد كده لقيناهم بيعملوا حلقات بيسموه اللي هو الاتش ار، وحلقات اللي هو الناس اللي هي اللي ايه اللي تشغل التذكره مثلا ب 1000 جنيه و 2000 جنيه واحد واخدها، فيعني ايه ما تستغربش يعني، وعارف كلامنا شفناه، بس مش عايزين نقول اسماء لان يعني ما كلنا واحد يعني مش مشكله يعني. طيب المايند سيستم دوكيومنتس اورجنايزيشن انشورز، يعني كل ده برضه ايه كل ده بيتملى، خلي بالك انا بس انا ايه عديت عليه وظبطت ظبطت حاجات الهيلات اللي ممكن انا اختصرها بدل ما اضيع وقت كل انا اقعد ادور واعمل انشورز اور كواليتي مايند انكلودز دوكيومنتد انفورميشن as required to be maintained and retained by ISO 15. ان احنا كمنظمه كشركه خلاص بقى اؤكد ان كواليتي مانجمنت سيستم بتاعي المانجمنت سيستم بتاعي بيحتوي على دوكيومنتد انفورميشن، كل الانفورميشن اللي عندي ما فيش حاجه في دماغ حد لوحده، دي دوكيومنت كل حاجه لها دوكيومنت، والدوكيومنت ده زمان كان لازم ورق، ما كانش لسه في الكلام اللي احنا فيه دلوقتي، انا ما دلوقتي ممكن يبقى عندي كل الحاجات دي الكترونيك، ممكن يبقى الحاجات دي كلها على كلاود، يعني يعني ايه؟ بيشغل ان كل حاجه، وانا رايي الشخصي بيرسونالي لازم يبقى الاثنين موجودين. لازم يبقى عندي البيبر وورك، لان انت لو اي كليم لو اي حاجه في الاخر بتروح محكمه بتروح اي حاجه، قد يكون في حته اتطورت او الى اخره، لكن نورمالي ده عايز مستند في ايده يعني، فلازم يكون عندك بيبر فاهم يعني فايلنج سيستم، وعارف الكترونيك ازاي، وعارف مانوال ازاي، عارف من الاخر documented information is required to be maintained and retained by ISO كذا. ان انا كشركه عندي كل الانفورميشن بتاعتي documented وواضحه وباينه طبقا للايه؟ للاجر 1001. And additionally any documented information identified by our organization that demonstrates the effective operation of our quality management system refer to the register of documented information. And وبالاضافه لكده اي documented information ايدنتيفاي متحدده الاورجنايزيشن بتصف اي اوبريشن عندي في ماي سيستم بتبقى ايه؟ في الريجستر انفورميشن بتاعي في جوه الريجستر بتاعي. كده احنا خلصنا، والموضوع مش الموضوع سهل وجميل وظريف، هنبين هنا بس ايش حاجات ايه؟ ابندسيز ظريفه. دي الفورم يعني دي تكفيك تكفي اي حد عنده خبره يعني، دي ممكن مثلا احنا دلوقتي 2015 ممكن لو غيروها مثلا 2021 ممكن يبقى في كلام تاني، انت عندك قدره انك تعمل هذا الكلام بايدك لو انت فهمت الكلام ده وعرفت اشتغلت بيه وطبقته، ودي بتتغير يعني الموضوع اللي حضراتكم يمكن ثالث فيرجن ولا حاجه رابع فيرجن اشتغلنا بيها، لكن ما كلام مش غريب، كلام احنا عارفينه، زاد عليه حاجات، زاد عليه صوت انالوج، زاد عليه حاجات كثيرة، انما انت عرفت خلاص خلاص. طيب الكورليشن ماتريكس بنتكلم عن الماتريكس اللي هي بتطبق، فهنا بقى بيعمل ايه بقى؟ سمي كورليشن ماتريكس اللي هي الماتريكس اللي هو رابط ما بين الايه؟ الازرع سالف واحد والايه؟ والدوكيمنت ده. يعني انا المانيوال ده مترتب ازاي؟ هقول لكم عن حاجات يعني في حاجات يعني ايه هي هنا كويسه، بس الاكزامبل اللي هو بتاع الشركه اللي انا هوريه لكم ان شاء الله ما هوش كده. هنا مثلا الكونتكست اوف اورجنايزيشن اباوت اور اورجنايزيشن، هنا مكتوب هنا اباوت اور اورجنايزيشن مش كونتكست. لما تيجي تقرا السبيسيفيكيشن نفسه بتاع الايزو هتلاقيه ما بيقولش كونتكست، بيقول بيقول كونتكست، هتلاقيه بيقول ايه اباوت ما بيقولش كونتكست. اندرستاند ذا اورجنايزيشن ات ذيس كونتكست، كانت اورجنايزيشن كونتكست بس، يعني العناوين بتاعت
اللي مكتوبه في الايزو غير المعلومه الموجوده هنا. دي النيز اند اكسبكتيشن اوف ثيرد بارتيز. ذير انترست بارتيز، يعني انا واخد الايه؟ العلوم مختلفه، دي 4 2 4 2 كذا. يعني ماشي بنفس الترقيم ده، ودي حاجه انا بحبها جدا. ما بحبش في شركات كثيره بتخلف، لكن انا طول عمري بحب اخد الموضوع، لو ان ما كانش فيه زمان ما كانش فيه مانيوال، ما كانش فيه تمبليت، مانيوال تمبليت 92 93 94 ما كانش فيه تمبليتس. احنا بناخد المواصفه نفسها ونقعد احنا نعمل هذا الكلام، وكنا بنحافظ على نفس الكلام ده كله، بنحافظ على الاسماء. فهنا بقول لك الفرق، يعني تلاقي هنا مثلا مارش سيستم بروسيسز هتلاقيه بتاع الايه، وهتقارنه بايه؟ او ده هيواجه ايه؟ الكواليتي مارش سيستم اند بروسيسز 9001 2015. ليدر شيب هنا اسمها ايه في المانيوال؟ ليدر شيب اند جفرنس. هنتكلم على النقطه دي في الابلكيشن بتاع الشركه، انا هوريها هجري عليه بسرعه برضه، بس هقول هو ما ايه؟ ما خلاش الكلام قريب هنا. كواليتي بوليسي، كواليتي بوليسي، استابلش كواليتي بوليسي، استابلش كواليتي بوليسي، كوميونيكيتنج ذا كواليتي بوليسي، كل دي المكونات بتاعت كل الاجهزه 9001 مع الدوكمنت ده. وهنلاقي برضه كلها ماشيه ايه؟ يعني الثلاثه الاولانيين اللي هم اللي بيدوا الثلاث فصول الاولانيين اللي هم ايه؟ بيوصفوا عشان تدخل جوه الموضوع. انما دي حاجات بقى. يعني بلاننج اوف تشينج اسمها بلاننج فور تشينج. هنا كواليتي اوبجكتيف اند بلاننج تو اتشيف ذم كواليتي اوبجكتيف. سبورت هو السبورت، الريسورس هي الريسورسز، بنفس الترقيم جنرال اي جنرال. ده اللي هو كلام الصح. عشان كده اللي عايز يعمل يشتغل على ايه؟ على دي، على دي نفسها. وانا عارف يعني انا عارف الشركه اللي عملت شغلانه مهم شويه، لكن يعني الكواليتي اللي بيعملها الناس غيروا، ما الناس بقى مش هننتقد حد او نقول لحد حاجه، لا هو كله صح، لكن يعني انا ازاي خلاص. فالمهم كنت بتسال ادي الاويرنس، اويرنس ايه هي؟ هنا بقى في حاجه مثلا هنا كوميونيكيشن هنا في 7 4 هو انا حاطط كوميونيكيشن مع 5 3 يعني ما حطهاش مع الايه؟ مع هنا هنا دوكيومنتد انفورميشن، دوكيومنت انفورميشن حطيتها مع مين؟ 4 3 4 يعني في ممكن يعني انت لو بصيت هنا في النقط اللي موجوده هنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المواصفه هو خدها هي هي بس حطها فين؟ رتبها بترتيب تاني اللي هو الاربع بروسيدر جروبس بتاعت البروسيدرز خلاص. هنا 7 2 كومبيتنس هو حطها 7 1 2 1 يعني ضاف حاجات بقى، ما انت من حقك، اصل الايزو ده هو بيدي لك الخطوط الاساسيه، انت فاهم ازاي؟ وانت اللي انت عايزه تعمله هو زي ما انت عايز، بس المهم ان انت الشغل اللي تعمله في الاخر مطابق ليه. الكوميونيكيشن 7 4 كوميونيكيشن 5 3 دوكيومنتد انفورميشن 7 5 هنا 4 3 4 وهكذا. فدي وعشان كده هو حاططها لك هنا فين؟ مع الكواليتي ايه؟ مانيوال. عندك هتقارن ما بين الاثنين هنا 8 الاوبريشن، هنا 8 برودكت اند سيرفيس ديفلوبمنت، سماها برودكت سيرفيس ديفلوبمنت. الاوبريشن بلاننج اند كنترول، اوبريشن بلاننج اند كنترول اخذ نفس التسميه. هنا ريكوايرمنتس فور برودكت اند سيرفيسز، هناك سميها ريكوايرمنت برودكت سيرفيسز في السبيسيفيكيشن في المواصفه، هنا مسميها ايه؟ الكاستمر ريكوايرمنتس. خلاص؟ الكاستمر كوميونيكيشن، كاستمر كوميونيكيشن بس دي 8 1 8 1 1 رجعت تاني 8 2 2 اللي هي 8 2 اللي هي ريكوايرمنتس. خلاص؟ هنا بقى ايه؟ الانتر اكشن بقى بين البروسيسز. احنا قلنا في ايه؟ اربع حاجات يعني. معلش مش عايز اصورها، مش هصور الاول مره. يبقى دول عندنا ايه؟ ادي واحد، لا 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 كبر كبر، احنا عندنا ايه؟ اربع انواع من الايه؟ من البروسيسز. اربع احنا قلنا اربع بروسيسز اهو. هي دي نفس اللي موجود برضه في الفورم، بس انا ايه؟ ظبطتها عشان بحيث ان تبقى واضحه لينا يعني. اول نوع اللي هو ايه؟ المانجمنت بروسيسز، صح؟ المانجمنت بروسيسز بقى في تحت ايه؟
كواليتي مانجر، كل دي بروسيس، كل واحد من دول بروسيس، ممكن يبقى واحد او اثنين او ممكن الاثنين موجودين في واحد. طبعا انا ايه يعني، انما لازم ك ك ك ك ك ك ك ك كسيستم عندي لازم يبقى مطابق ومستوفي كل النقاط اللي موجوده. فالكواليتي مانجمنت سيستم الاوبجكتيفز والتارجتس، بروفايد ريسورسز اند انفراستراكشر، الريسورس بتاعت اللي هي الريسورسز اللي هي الفور ام اللي هي المواد والانفراستراكشر اللي هي البيئه البنيه التحتيه، ايدنتيفاي ريسك اند اوبورتيونيتيز، ريسك ريسك مانجمنت او السوت اناليسيس، يعني موجوده في الاثنين يعني، الايدنتيفاي ليجل اند اذر ريكويرمنتس باي ذا واي، الحاجات القانونيه والايه الشرطات الثانيه، ديترمن رولز اند ريسبونسبيلتيز الادوار والمسؤوليات، الكواليتي بلاننج. فالحاجات دي كلها دي ايه؟ ادي كواليتي مانجمنت دي بروسيسز، دي اول مجموعه اللي اربع مجموعات. طيب هنا بقى عندنا الكاستمر ريليتد بروسيسز اللي هم دول عباره عن ايه بقى دول؟ الماركت، ستيك هولدر، الليجال ريكوايرمنتس، دول دي ماشيه ازاي بقى؟ عباره عن ايه؟ عندنا كوتيشن، الكوتيشن عباره عن ايه؟ اوردر، امر الكونتراكت ريفيو، براجع بقى الايه؟ نتيجه الاوردر اللي انا اديته ده، بعدين البرودكت اند بروسيس بلاننج، احب اعمل تخطيط لايه؟ للبرودكت والبروسيس اللي انا عايزه يحصل، خلاص بطلع من دي على فين؟ على الديزاين ديفلوبمنت، بيبقى في ديزاين وايه وتطوير، بعدين ايه؟ سبلاي سيلكشن اند ايفالويشن، خلاص ده كل ده بقارن بقى بين السبلايرز بتوعي اللي انا ايه قلت لهم يعملوا لي يعني الكلام ده كله لوجيك ورا بعضه. بعدين انكمينج انسبكشن هاندلنج اند ستورج، يبقى ايه ديزاين ديفلوبمنت سبلاير سيلكشن ايفالويشن، بعدين البرودكشن بروسيسز، فانا ايه برودكشن بروسيسز، في بروسيسز البرودكشن بقى انا بعمل برودكشن معين سواء سيرفيس او جودز، يبقى في الاخر ايه ستورج ديسباتش اند ريفري، يبقى عندي مخازن، يبقى ده الاجراء الكامل بتاع ايه؟ ان انا احصل ازاي على المنتج ده. خلاص؟ والكاستمر ماركت اند ستيك هولدر. طيب عندنا سوري انا عملت ايه؟ اوه اه لا لا انا معلش انا غيرت شويه معلش. طيب لو حصل بس هنا خليني ايه؟ ايوه كويس كده كويس كده بس راجع تاني اصلا. طيب اتس اوكي. في سبورت بقى ايه بروسيسز، السبورت بروسيسز بقى عباره عن ايه؟ هيبقى كوميونيكيشن، كوميونيكيشن اللي هي الاتصالات احنا اخذناها قبل كده، كومبيتنس واويرنس اللي هي الكومبيتنس اللي هي المقدرات والاويرنس اللي هي تعريفات اويرنس، عارف انا اما قلنا بندي الاويرنس بتاع السيفتي اويرنس بتاع اللي هو التعريفات، والمينتين فاسيلتيز اند اكويبمنت ان انا الصيانه بتاعت الايه؟ الفاسيلتي المكان اللي بشتغل فيه والاكويبمنت اللي بشتغل بيها، كاليبريت الاكويبمنت يعني انت عندك اي اكويبمنت ميزان عندك عندك ميزان قمع عندك تيودوليت عندك اي معده يبقى تعمل لها ايه؟ كاليبريشن، وعاده المفروض ما تبقاش تبقى 6 شهور ماكسيموم، تكون 6 شهور بيتعمل لها ايه؟ كاليبريشن يعني. طيب ميتيجيت ريسك اند امباكت، مناقشه الريسك المخاطر والتاثيرات، دوكيمنت اند داتا كنترول، بعمل لوكم كنترول داتا كنترول، وادي دومين نولج، دي اللي هي دي الايه؟ الاجراءات بتاعت ايه؟ اللي هي سبورت، كل دي سبورت البروسيسز اللي موجوده دي، دي بروسيسز برضه بس دي سبورت بروسيسز. طيب بعد كده بندخل فين بقى؟ الاسسمنت بقى بروسيسز، بلان دو تشيك اكت، الاساس بروسيسز اللي هي الايه؟ اللي هي التعريف بقى، اساس التقييم، الايفالويشن اوف كومبلاينس اللي هو تقييم الاداء، تقييم المنتج او تقييم ما حدث يعني، انترنال اوديتنج انا كنت بتكلم عليه من شويه، بيبقى عن انترنال اوديتورز حاجه بحاجه الشركه، نون كونفورمتيز اند كوركتيف اكشنز اللي هي عدم الكونفورمتي، ان انا في حاجه مش كونفورمي
اللي هي بيسموها النانوفورم دي يعني غير مسموح يعني او غير مطابق، عدم الطاقه والكوريكتيف اكشن اللي هي ايه؟ اغراء التصحيح، يعني عدم الطاقه واغراء التصحيح. الكاستمر فيدباك اند ساتسفاكشن اللي هي ايه؟ ازاي الكاستمر بيديني فيدباك وهو مبسوط او مش مبسوط، والاناليز كواليتي مانجمنت سيستم بروسيس ده. خلاص؟ بقيت هنا بقى ايه الكونتينوال امبروفمنت، ده هنا عشان اصلح، هنا بقى ايه الكونتينوال امبروفمنت، ان انا بعمل ايه؟ امبروفمنت ليا مستمر، لان دايره الكواليتي دي ده بستان، طول ما احنا ماشيين فيه وصلنا 100% اللي احنا بنقول عليه لازم احنا لازم نحسن طول ما احنا ماشيين. احنا بنتكلم دلوقتي على ايزو، لا هنتكلم على كواليتي مانجمنت، كواليتي مانجمنت هنتكلم على ايه؟ على الـ على ال ال سيكس سيجما، وكلام سيكس سيجما بيتكلم على ايه؟ على اللي سيكس سيجما، خلينا الكلام ده بقى ودخلنا فيه، بقينا بقى في الجرين بيلت وفي البلاك بيلت وماستر بلاك بيلت. الايفالويت ريسك اند اوبورتونيتيز، تقييم المخاطر والفرص، المانجمنت ريفيو اللي هي ايه؟ مراجعه الاداره، مراجعه الاداره يعني كواليتي بتراجع الاداره، ترى العليا اسم الاداره ده في بتاع الكواليتي مانجر او كواليتي بيبل اللي عنده لازم يتابعوه ويشوفوا ماشي صح والى اخره. البرودكت اند بروسيس مونيتورنج، احنا كده خلصنا موضوع الايه؟ الكواليتي مانيوال والموديل بتاعه. يس احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ تسعه تسعه، تستحملوا كمان وقت قد ايه؟ احمد واضح ان شمس احمد. ايوه دكتور. ايوه دكتور. ايوه يا حبيبي، احنا دلوقتي ممكن نكمل شويه كمان ولا ايه رايك؟ شوف كده الشباب. انا عايزين نكمل، ممكن تبعتوا رقم واحد في الشات. ماشي. ممكن نكمل يعني دي او دي. الشات او يعني افتح لهم مثلا، ارفع ايده لو عاوز يسال على حاجه، لو في اي حد عايز يسال على حاجه لغايه دلوقتي ماشي. ان احنا هنعمله بعد كده، ان احنا هنعمل ايه؟ هنوري حاجه معموله بقى، يعني شركه عامله هذا الكلام، الفاشل اناليسيز والكلام ده من اخره، وهنرجع هنعملها ونجري عليها بسرعه، لكن الكلام ده كله انا مجهزه يعني، انا مش اول مره بحط الكلام ده قدامك يعني. الصوت بيقطع. في مشكلة شباب معانا؟ يا شباب نخلي بالنا، احنا ايه بنحتفل ان احنا عدينا الايه؟ ال 100 ساعة النهاردة، اللي هو المفروض اللي ايه؟ التريننج. احنا زمان عشان نعمل ندخل نمتحن الكلام ده كنا بنعمل 140 ساعة تريننج، احنا يعني السبجكت اللي 140 ساعة تريننج في التسعينات عشان نقول احنا ايه؟ سيرتيفايد بروجكت مانجر. طيب مجاهد مصطفى اتس اوكي، غيره بقيه الزملاء اللي موجودين وزملائنا وابنائنا. ها طيب نكمل. طيب خلينا نشوف ايه هنشير ازاي. نيو شير، ما خلاص ما نيو شير ما هو موجود خلاص. ادمت ادمت ده كيو بي انترناشونال، لا مش عايز كيو بي انترناشونال دلوقتي، عايز نشير، عايز شير تاني. انا عايز بسم الله الرحمن الرحيم ده كيو بي اي، بعدين ناخد كل انهي واحد فيهم ورد الفانا برزنتيشن شروط عقد البناء. لا خليني ادخل بسم الله الرحمن الرحيم. اغلب الناس بتقول ان نكمل يا دكتور، هل حضرتك نكمل ولا ايه؟ ماشي ماشي ما فيش مشكله خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف دي كده، ايوه 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 دي بقى دي اللي هي الكواليتي مانوال عشان مقاولات كبيره جدا يا دكتور. ما متشافه كده ولا مش متشافه؟ لا مش متشاف. طب اعمل لها ايه؟ هو ما كانش يعني حضرتك انت تقريبا عملت نيو شير صح؟ لا هي لما كنت حضرتك عامل كان ممكن تتنقل عادي من غير نيو شير. طب اعمل ايه دلوقتي؟ هتفصل ده
او تعمل شير سكرين جديد طب شاشة وتختار جديد كلمة يعني، سكرين اللي فوق. يعني اقفل اه تقفل دي. دي كده، اقفلها دي من دلوقتي ايوه واقفل دي كمان، بقفل دي كمان لا هو ولا اخليها تقفل محتاجة بعد كده؟ الشير سكرين نفسه. اقفل الشير سكرين نفسه. في نوت شير وفي ستوب ستوب شير، شير، او ستوب شير. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ شير سكرين، اه هتختار بقى السكرين نفسها. اختار، ايوه. طب دي واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، ما اعرفش هي هنا ولا لا. لا هي مش هنا برضه، مش هنا هي. ايوه طيب. عايز اخد لا بقى برضه كده دي يا اهو، دكتور، انت حضرتك اخترت كده ملف واحد بس، كده الفايل ده بس اللي هشوفه، انما الباقي اختمه، مع بعض. انا اختمه من جوه ملف، مش هيبان كده مش كده؟ لا مش هيبان. طيب ده باين عندك ده دلوقتي ده كمان ولا مش باين؟ انا اللي باين عندي نيو فولدر بس، مش في حاجة، في مفيش في حاجه شوية خالص، حاجات. هنمشيهم بقى. طيب طب دلوقتي اقول لك على حاجه، دول مجموعه فولدرز جوه مجموعه جوه فولدر ايوه هنا. دول هنشوفهم، لكن حضرتك لو فتحت حاجه مش هنشوفها. طيب طب هفتحهم ازاي؟ ادخلهم ازاي عندي؟ افتحهم تحت؟ لا بتعمل في الشير سكرين، مش بتختار الملف، بتختار كلمه سكرين نفسها، ده بيشير معايا الشاشه كامله. طب ارجع له ازاي بقى؟ اقفل يعني، اقفل ده ولا اسيبه؟ لا عادي حضرتك بتسيبه، بس هتعمل ستوب شير. اعمل ستوب شير. طيب وبعدين هتضغط على الشير سكرين، هتختار، لازم تضغط على كلمة سكرين اللي هتبقى موجودة فوق. طب لما حضرتك ضغطت على شير سكرين ظهر لك مربع كده. شير سكرين او ضغط مربع اهو. ايوه لازم تضغط على كلمة سكرين دي وبعدين تضغط شير. اه، وبعدين اضغط على ده كده. ايوه بالظبط كده، حضرتك مش محتاج انك تعمل نيو شير تاني. ما عملش انه شير تاني، اعمل بس شير كده على تمام، طول. كده هيفتح اي ملف. هيك هيفتح اي ملف معايا. ممتاز 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 يا شمس احمد، ممتاز، كتر خيرك والله. طيب الله يخليك ده حبيبي، كده ملف الوورد ظاهر. ده كواليتي مانيوال بتاع شركه كبيره جدا. انا طبعا اشيل الاسم مش عارف كده، عشان كده في حاجات اتلخبطت. فانا ايه، وحاجات انا مجهزها هنشرحها بقى من ايه، من معايا انا هنا يعني معايا سكين. طيب هنلاقي برضو ادي ايه، ادي كواليتي مانيوال، كواليتي مانوال اهو. هو بقى prepared by فلان، governance price senior manager، reviewed by management representative، approved by السي او والتشيرمان. دي الصفحه الاولى خلاص. الامانوس بقى اللي هي الايه، الاضافات اللي عليه او اي حاجه خلاص. بعد كده introductory pages اللي هم الاولانيين خالص. هنا في ايه بس، انا هلاحظ هنا إيه بقى، ايه التيبل اوف كونتنت، التيبل اوف كونتنت الامندمنت اهي موجوده، الانتروداكشن بيسز، تيبل كونتنت فورورد، الاباوت يو اس سي مانجر، اباوت جزيره كونتراكتنج، الاكسكلوجن اللي هي الحاجات اللي شلناها يعني، مثلا طبعا علينا الكونتكست، النيز والاكسبكتيشن، يعني نفس الكلام اللي هناك تقريبا، بس ايه بشكل اخر، هم غيروا الترقيمات، ما خلوهاش زي الايه، زي المواصفه نفسها. اوكي طيب هنا بقى ايه، الكواليتي انفايرمنت الاوكيبيشنال هيلث اند سيفتي موبايل. هو ده بقى مش كواليتي مانيوال بس، خلي بالك ده كيو اتش اس اس اي، خلي بالك خلي بالك. معلش انا ده خلي بالك معانا، سامعيني دلوقتي؟ موجودين معانا؟ شمس احمد، شمس احمد، شمس ايوه يا احمد دكتور، معايا، سامعني؟ معاك يا دكتور. ايوه سامع. والشاشه باينه. اه ظاهره كده الملف الورد. طيب الفرق بقى ما بين اللي احنا شفناه اللي قبل كده، كان احنا كنا بنتكلم على كواليتي مانيوال بس دي بقى كواليتي مانوال ده بناء على 9001. المانوال اللي هنا ده بيعمل ثلاث حاجات، 9001
بتاع السيستم، يعني ده السيستم خلاص. في حاجه مواصفه ال 14000 بالانفايرمنت، هي طول عمرها اسمها 14000. هنا المعمول اللي معموله دي بقول لها شركه معموله وجاهز اهي، معموله فين بقى؟ يعني دي كونتراكت كومبلكس، دي كيو اتش اس اي بوليسي. بتاخدها منين بقى؟ احنا اللي فات كنا بنتكلم واخدها بتاخدها منين؟ 9001 9001 2015. دي بقى معموله لثلاث حاجات، 9001 15 دي اللي بتاعت الايه؟ بتاعت السيستم نفسه كواليتي سيستم. ال 14000 دي بتاعت الايه؟ الانفايرمنت البيئه، والاحساس اللي هي 18000 زمان دي خلاص دلوقتي بقى اسمها ايه؟ 45000 دلوقتي. دي برضو ايه؟ قديمه شويه بتتغير يعني. خلاص؟ فدي كيو اتش اس اس اي مانوال. يعني مش المانوال اللي هنتكلم عليه دلوقتي ده، مش مانوال بتاع كواليتي بس، بتاع كواليتي وسيفتي وانفايرمنت وهيلث. خلاص؟ طيب ديفينيشن اند ترمينولوجي يوز ويزن ذا جنرال كونتراكت كومباني مانجمنت سيستم ار بيزد اون انترناشونال ستاندرد ايزو 9001 15 unless otherwise stated. خلاص؟ ده همشي عليه بسرعه، هو نفس الكلام اللي هناك بس بقى بالكتابه بقى. يعني انت لو شركه وعايز تعمل المانوال بتاعها هتاخد الفورم الثاني الاولانيه خالص اللي النموذج بتاعنا وهتملاه وهتبقى زي الفل وبدون يعني ايه؟ يعني في ناس بتحب يعني تقول لك يعني انا ببين شخصيتي او بعمل، يعني انا مش من رايي كده، فان انا في قانون في حاجات واضحه اعملها وانفذها. لو هضيف او هعمل اي حاجه يبقى انك واضحه وتبقى ما تبقاش يعني ما بعداش عن الخط العام يعني. طيب كنترول كوبيز ار ديستريبيوتد مانوال، هو هنا بقى الايه المانوال ده بقى ازاي؟ الصور بتاعت الكواليتي مانوال ده ايه؟ هتتوزع لمين ومين ومين ومين؟ بيبقى معروف. اوكي؟ مين اللي هيتوزع؟ مين اللي هيعمل؟ طيب. بعد كده الامندمنتس اوف ماينور اند اديتوريال، بيبقى عندي اي تغييرات او اي حاجه، لو هي حاجات بسيطه مش محتاج انك تعمل ريفيجن للماينور. لو حصل تعديل كبير يبقى ممكن نعمل ايه؟ او يعني ماينور امندمنتس ار ليست ماينور امندمنتس ليست and each and every amendment is identified at the right hand margin by a triangle and a word. خلاص؟ يبقى ايه ده؟ يعني اي تغييرات قبل ان هو يتغير في السيستم ازاي تغير وازاي تعمل كم من كلها. The complete list of which is manual holders with the amendments records are retained by the QHSC manager. لو مدير الجوده او QHSC manager معاه ايه؟ كشف بكل الناس اللي اخذ الجي ما، يعني مش كل واحد بياخد المانيوال، مش كل واحد يعني، يعني مش الموضوع مش الناس عارفين اه، لكن اللي معاه كواليتي مانيوال كوبي يعني ابروفد بيبقوا مثلا الهيدز بتوع الديبارتمنتس، مدير مشروع بيبقى معاه الكواليتي مانيوال بتاع المشروع بتاع الشركه. خلاص؟ طيب اباوت جنرال كونتراكت بيتكلم بقى عن الشركه نفسها، بيوصفها دي عباره عن ايه؟ دي استابلشت سنة كذا، اتعملت سنة كذا. دي عملت كاركترستيك بروجكت كتير في مصر، عملت حوالي 400 في 400 واحد فيها، دلوقتي فيها الاف يعني مش 400. السكوب بقى اكزكيوشن بيشن تورن كي بروجكتس كونستراكشن جروب اوبريشن فور انفراستراكشر، تعمل انفراستراكشر تعمل بيلدينجز، يعني كل ده بقى توصيف لايه؟ للشركه نفسها وبتشتغل ايه؟ واندستريال وانفايرمنت. خلاص؟ بروكيورمنت وسيفل الكتروميكانيكال، يعني هنا السكوب بتاعها ايه؟ كل انواع الشغل اللي هي بتعمله، تيستنج وكوميشننج ان اول انجين ديسبلس. كونتاكت اس بقى طبعا ما حطيتش حاجه من دي. طيب الاكسكلوجنز بقى شالت ايه؟ هي شركه ما فيهاش ديزاين، ما فيهاش ديبارتمنت ديزاين، فيها مكتب فني اه، بس المكتب الفني مش دوره ديزاين، دوره ان هو يعمل تكنيكال اوفيس، يعمل ايه؟
معلش انا اسف بس عشان ايه الصوت راح. طيب كلوز 8 3 من المواصفات بتاعت الايزو 2015 شالوا منها ايه ديزاين اند ديفلوبمنت اوف برودكتس اند سيرفيسز از وي دونت كاري اوت ديزاين اند ديزاينز ار بروفايدد ثرو اور كلاينتس، ان احنا ما بنعملش ديزاين لحاجه. يعني هو الشركه دي اذا اخذ ديزاين اند بيلد بروجكت هتحتاج تعديل. خلاص؟ يعني في كونتراكتس ديزاين اند بيلد تحتاج حاجه اسمها الليد دوكيومنتس، يعني ممكن نتكلم عليها برضه بعد. طيب ده البيسر اناليسيس اللي انا كنت بتكلم عنه. البيسر اناليسيس ده شكله معقد قوي لكن هو بسيط جدا، عباره عن ايه؟ ثلاث خانات، ادي خانه اهي حط فيها ايه؟ العنصر. يعني البي دي بتاعت بوليتيكال والاي بتاعت الايكونومكس والتي بتاعت السوشيال والاي والتي بتاعت التكنولوجي وبعدين الليجل والانفايرمنت اللي هي ال والاي الاخرانيه. هنا في الاكسترنال فاكتورز كونسيدر، انا بعمل تحليل دلوقتي تحليل لنفسي والفاكتورز افكتد ودي ماي اندستري. يعني عندي هنا مثلا ايه، انا مش هقول مش هدخل في الكلام كله ويدخل الموضوع او في تطبيقه يبقى عندك حاجات كتير قوي، لكن هو بسيط جدا لان انا انبسطت قدام عشان اعرف يعني اتكلمه معاه بسرعه جدا. لان زي ما اقول ده برضه ده مش دورك مش شغلك، لك لازم تبقى عارف الكواليتي. وفي على فكره انا اسف يعني في ناس بتشتغل في الكواليتي مش عارف الكلام ده كله، لكن احنا مالناش دعوه بحد، واحنا بنحاول ان احنا كبروجكت مانجر يبقى عارف كل حاجه في الموقع زي ما قلنا، تعرف السيفتي، تعرف الكواليتي، تعرف الادمنستريشن، تعرف الفاينانس، تعرف الكوست كنترول، تعرف البيم، تعرف يعني كل انت كبروجكت مانجر لازم يبقى معلوماتك. مش عايز اقول لك في ايه كمان، البروجكت مانجر بتعرف في الكوره، لان مدير المشروع ده زي ما قلنا 80% من شغله كوميونيكيشن، لازم يبقى عارف حاجات كتير قوي في الفنون، في الاداب، في الرياضه، في الفلسفه، في الاقتصاد، في لازم البروجكت مانجر عنده ايه معلومات واسعه بهذا الشكل، لان يعني بتضطر الظروف انه يقعد مع ستيك هولدرز من بره، مع وزراء، مع مش وزراء، ممكن محليين او اجانب او الى اخره. انا بتكلم عن الباسل اناليسيس بقى اللي هي خاصه بايه؟ بالست عناصر اللي هي البوليتيكال اللي هي السياسيه، الايكونوميك الاقتصاديه، السوشيال اللي هي الاجتماعيه، التكنولوجيكال اللي هي مستوى التكنولوجيا اللي واصله فيها، الليجل اللي هي القانونيه، الانفيرمنت اللي هي البيئيه. دول الست ايه؟ الست جوانب اللي احنا اللي هم احنا ايه؟ معنيين ان احنا نعمل لهم تحليل. طيب هنا بتكلم مثلا على البوليتيكال، في جفرمنت بوليسي اللي هي سياسه الحكومه. الفاكتورز بقى الافكت اللي بيتاثر عندي ايه في الصناعه بتاعتي؟ يعني دي اكسترنال فاكتور اللي انا هاخده، لا ده العنصر الخارجي اللي انا واخده في الاعتبار. او في البوليتيكال ستابيليتي الثبات او الـ او الـ او الـ السياسي او يعني لو يعني مش حته حته مثلا زي كان فكر كان في بلد زمان مش عايز اقول اسمها، كان يقول لك اللي يصحى الاول ياخد الحكم، حصلت يعني في بلد عربي يعني، وبلد من البلاد الجميله جدا. التاكسس يعني دي مثلا اربع فاكتورز اللي بتكلم عليهم في البوليتيكال ان هم هياثروا عليا. خلاص؟ فايه اللي يعني لو انا الجفرمنت بوليسي دي هتاثر عليا في ايه بقى في الاندستري بتاعتي؟ رش اوردرز، ديلايد ماستر بلاننج اند انفرا، delayed drawings, delayed cash, growth, new experiences, diversification، يعني كل دي الموضوعات اللي هي هتتاثر عندي في الصناعه بتاعتي او في الشركه بتاعتي اللي انا بعملها او في المؤسسه بتاعتي او في الخدمه بتاعتي اللي بعملها. البوليتيكال ستابيليتي يعني الاولد ريجيمز شاي اواي انفستمنت، يعني مثلا الانظمه القديمه بتبقى ايه؟ مش هو هتبقى بلفظ يعني دم مش هيقول لك شيء قوي، بس بتكسف او بتتكسف من المستثمرين. الكونستراكشن سنتريك، ريل ستيت بابل، بيبقى نوع من الريل ستيت بابل يعني نوع من ان الريل ستيت اللي هي الاعمار اللي هي الريل ستيت اللي هو الاستثمار العقاري بيبقى يعني عباره عن ايه؟ بحاجات بتفرقع، حاجات معموله باساسها. الكاجوال ليبر اللي هو العماله العاديه، growing interest in Egypt مثلا، يعني كل دي النقط اللي هي ايه؟ دي الام دي حقيقيه، خلي بالكم يعني ده الكلام ده مش كلام مش 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 ده مش كلامي، ده
ده كلام ناس قاعده متخصصه بتوع كواليتي وقعد معاهم كل الناس وعملوا الايه الكلام ده. التاكس، فالتاكس ده برضه ايه مرتبط بايه؟ الفات تاكس، انريس، لوسز، تيبل تاكس، هاسلز، اس ام، سب كونتراكتورز، اللاك اوف دوكيومنتيشن، مليون اخطر حاجه اللاك اوف دوكيومنتيشن ده نيجاتيف، والجفرمنت بروجكتس فاينانس، ده ايه؟ ده حاجه معموله بوزيتيف. يعني كل نقطه من دول بتفكر عليها بوزيتيف او نيجاتيف. يعني جفرمنت بروجكتس فاينانس يعني اكتر حته مضمونه الفلوس بتاعتها حكومه، القطاع الخاص عمره ما كان مضمون على غير الناس كلها ما هي فاكره يعني. انما الفلوس لو انت بتشتغل على مشاريع حكوميه يعني ناس كتير جدا ما بتفضلش ابدا مع قطاع خاص ك ك ك لان الحكومه حاجتها مضمونه يعني، وهي يعني ايه ما بيرضعش حقوق فيها يعني. طيب الاندستري ريجوليشنز يعني دي بس كمثال للايه للفاكتورز اللي انت بتعملها كونسيدريشن ما عندك يعني. الاندستري ريجوليشنز اللي هي القواعد او الريجوليشن اللي هي الاجراءات او القواعد ريجوليشن او الاجراءات التنظيميه يعني للاندستري بتاعتي، ودي شركه كونستراكشن كبيره. الويك سيفل سوسايتي، ضعف السيفل سوسايتي، واللاك اوف كودز، الكودز مش موجوده، ان اكتف يونيونز، ما فيش اتحادات مجتمعه مع بعضها، الجروينج اندستري، جروينج اندستري يبقى دي حاجه بوزيتيف انما الباقي دي بتاثر بالنيجاتيف. طيب ايه ايكونوميك؟ دي الاكسترنال فاكتورز برضه كونسيدرد. لو زي ما بقول لكم ده موضوع بسيط يعني، ده تقراه بقى هيعدي عليك لازم ان شاء الله انت لما تدير المشروع. بيجي الايكونوميك، الايكونوميكس فيها اول حاجه ايه؟ اكسنج ريتس، يعني الدولار طالع الدولار على نزل بيأثر معاك، يعني كرنسي فلوتيشن، انما قيمه الجنيه بتاعك اقل اكتر ازيد، دي طبعا دي مشكله بالنسبه للاستيراد بالنسبه للتعاملات. كليمز اند باك كليمز، ان انت مثلا بتعمل كليم او بتعمل منك كليم، اللوسز يعني دي الاكسشنج ريت بسبب هذا الكلام بيأثر عليها في كده. وان برايس الاكسترا ريفينوز، يعني ممكن يبقى مشروعين بشوف مشروعين واحد فيهم فرق بينه وبين الثاني وفي نفس المنطقه 15% في الاسعار، عشان ايه؟ ده درس بين الدولار مثلا ب 20، ده درس والدولار ب 15، وهكذا يعني. الايكونوميك جروث ديكلاين، الجروينج انفستمنت، جروث، construction as a leading sector, non-domestic opportunities. يعني كل يعني دي عناصر اللي انت بتدرسها في الاقتصاد واللي بتاثر على اي فين في الصناعه بتاعتي في البيزنس اللي انا بعمله. طبعا كل واحد بيبقى لها بيزنس بلان اي مشروع بنبقى على الكلام ده كله بيتعمل له يعني، مش موضوع كبير يعني. بس المتخصصين انا مش عايز انك برضه لا تتهز ولا تخاف، انت بس كمدير مشروع لازم تبقى عارف الكلام ده موجود وان الكلام ده ممكن تراجعه وتفهمه، وان الكلام ده ما هوش يعني ايه مش معجزه يعني، ما حدش ايه يتمنظر عليا ويقول لي ده في بيسال اناليسيس ولا في سوت اناليسيس وانا ودي مشروع بقى مكشوف منه وخايف اقول ايه ولا عارف يعني، لازم اعرف الكلام ده من الاخر. مش واحد يقول لي ده في لين كونستراكشن، ولا واحد تاني يقول لك لا ده في اجايل، واحد تالت يقول لك لا ده في سكرام، وانا كمدير مشروع قاعد فاتح بقي ما مش عارف ده بيحصل ده بيحصل ايه. ما فيش واحد يقول لي مثلا ده في حاجه اسمها سلسله الامداد اللي هي العادي، انا بقول لك الامداد بتيجي على المايك اللي هي السبلاي تشين، وانا فاتح بقي مش عارف يعني ايه، ما ينفعش. عشان كده برضه احنا باذن الله تعالى باذن الله تعالى يعني انا في نيتي احنا مع بعض المواضيع ما بتخلصش بسهوله يعني، مش عند نقطه معينه هقولها خلاص انا ما فيش لا، بس انا اللي انا عايز نعمله برضه بنقول تاني قبل برضه الناس موجوده، عايز كل واحد يحضر نقطه هيعمل لنا عليها برزنتيشن. والله عنده مشروع على بعضه ماشي، كل اشتغل عمل بروجكت ونجح ما يعني ما حصلش نجاح يعني، بروجكت يعمل بروجكت مثلا مسك مدير مثلا، اشتغل كواليتي مانجر، اشتغل ديبيوتي بروجكت مانجر، اشتغل تكنيكال اوفيس مانجر، اشتغل اي حاجه في المانجمنت، هيبقى هيعمل كيس وهيعمل برزنتيشن، وخلينا حتى نشوفه مع بعض بيرسونالي ونراجعه مع بعض، يبعتوا لي ويبقى فيه لقاء وهيعمل هذا البرزنتيشن لينا كلنا. مش لازم يبقى مشروع مش قصه طويله يعني، ربع ساعه نص ساعه
على قد ما تقدر، بس المهم ان يبقى يعني ايه اخذ الجرأة واخذ الخطوة الاولى ان هو كبروجكت مانجر يقدر يقف ويقدر يتكلم ويقدر يوصف شغله ويقدر يوصف حاجه. طيب بعد كده ادي السوشيال، وبعدين ايه التكنولوجي الكونستراكشن تكنولوجي، ادي اللي هي الايه اللي هي الاكسترنال فاكتورز كونسيدر. الكونستراكشن تكنولوجي اتغيرت، احنا كنا زمان كان عندنا الحكاميات عندنا تكنولوجيا الخير، احنا دلوقتي انت بتدوس على زرار تطلع لك الخرسانه من الناحيه الثانيه، يعني ما بتتعبش في حاجه. الكونستراكشن بقت خيال، بقت خيال. انا كان يعني يمكن احنا في مصر طبعا احنا حسينا كتير عن زمان، لكن ما احناش ده العالم فيه حاجات لا نهائيه. يعني انا من مثلا من اواخر الثمانينات وانا عارف ان في دوله هنا دوله غير شقيقه بيشتغلوا المباني كلها بالروبوت، وصلني الاسبوع ده اسمه ايه ده فيديو شفته بنفس، بس الناس اللي بتبنيه ما في يعني بتحط طوب بترصه طوب اسمنتي، مش محتاج اسمنت، راكب في بعضه بمنتهى السرعه ومنتهى الجمال وبتاع كل حاجه. فايه الكونستراكشن تكنولوجي؟ التكنولوجي انا لسه حاضر شايل اسمه ايه ده الاروان على كتفي، ولا شايل البتاع، ولا بحفر بالفاس او بالطوريا، لا. يعني الكونستراكشن تكنولوجي ايه لازم اخد بالي منها، يعني هي ايه اللي بتاثر عليا بقى ايه؟ اولد ريزيستنت تو تشينج. يعني هنا في برضه في مجتمعاتنا ما احناش ما بين التغيير، عندنا مقاومه التغيير عاليه قوي. راش في اوت ستيت التكنولوجي، يعني كل دي حاجات نيجاتيف. فالكونستراكشن تكنولوجي احنا ما بناخدش بيها، يعني دلوقتي انت في مكان وده من زمان، يعني ان الروبوت يعمل مباني دي حاجه قديمه جدا. يعني شفتها الاسبوع ده مع في فيديو راجل بيصاجم بعضها، قلت له انت يا اخوانا الكلام ده قديم من الثمانينات، يعني كان بيجي لامريكا سوفت وير انجينيرز ماجازين كان فيها هذا الكلام. فيعني احنا يعني ايه برضه الريزيستنس تو تشينج عاليه قوي، ماشي. طب الانفورميشن تكنولوجي ده من اخطر ما يمكن، اخطر ما يمكن. يعني النهارده تقول لواحد بس انا بيم، وانا حكيت لكم الحكايه دي قبل كده، يعني كان مكتب استشاري في 2007 تقريبا، 2007 2007 2008 فبقول له هو يعني بقول له يعني انتوا مش شغالين بالريفت ليه يا باشمهندس؟ كان ايامها كان في ريفت للمعماري وريفت الانشائي وريفت ما كانش الدنيا اتطورت زي دلوقتي خلاص. ف قال لي عندي والله تحت، وراح مطلعه من الدولاب بتاعه وقال لهم المهندس حسين القاضي بيقول يا اخوانا مش شغالين ليه؟ شغالين بحاجات قديمه ليه؟ ما نبتدي نشتغل بيها الكلام ده كله. خلاص السلام عليكم، وعليكم السلام. هي مثلا اسبوع والناس رجعت تاني كل اللي هي بتعمله، ما حصلش اصرار انك تطور حاجه. من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني انا السيرتيفيكيشن بتاع البروجكت مانجر كان 2000 او 2000 بتاع 2000 2001 تقريبا. كنت بدرس ايامها، فكنت دايما قلت لهم يا اخوانا اللي احنا عندنا ريسورسز اربعه، الفور ام مان باور ماتيريال كذا كذا كذا، اخطر حاجه هتبقى في البيزنس الاي تي. طبعا انا مش متخيل اللي بيحصل دلوقتي ده كله. النهارده البيم ده انا مش بقى مش مش هي مش هي مش مجلة بتاع اللي مش عارف قيمه البيم ده في اي مشروع. وعلى فكره البيم مش قصه مشروع اللي انت بتعمله في المصنع او اللي انت بتعمله في السايت. البيم ده من ساعه ما المشروع فكره بيفضل معاه لغايه ما المشروع يتهد، عايش معاه. يعني كل الداتا وكل الافكار وكل ما يحدث في المشروع موجود عليه بالدمج بتاعته. ما فيش حاجه اسمها مش معروفه، ما فيش حاجه اسمها مستخبيه، موجود بشكل علمي، وتقدر اي حد يبحث عنه وتقدر. مش بس تبقى عندك عامل فندق طويل عريض وتيجي تدور على روح مثلا مواسير الميه ما تلاقيهاش، لا، خر عندك حاجه معينه، قطعك حاجه معينه، حصل عندك مشكله معينه ما انتش لاقي تحلها، لا. فالنهارده الانفورميشن تكنولوجي من اهم الامور الكلام ده كله، ولازم نتقبل اي حاجه تطلع. وبرضه يعني ما هو ما يعني يعني انا طبعا انا البيم انا يعني مش انا بس انا اعرف، انما اساله مهندس عمر، انا بعتقد ان البيم ان ما يخص البيم انفورميشن موديلنج
بيتغير كل يوم اذا كانش كل ساعه، يعني مستوى التطور دلوقتي. عشان كده حرر دماغك من اي حاجه توقفها، حرر دماغك من ان انت تقول لا لاي حاجه جديده تشوفها، حرر دماغك، خلي دماغك ودانك تسمع كل حاجه ودماغك يحلل كل حاجه، وما ترفضش حاجه كده. يعني مش انا مش بقول لك خد اي حاجه وخلاص، لا ادرس، ما تخش اي حاجه كده. نخش على الليجل، ادي عندك السيفل ديفنس والسيفتي ريجوليشنز. هنا بقى الكلام مش حلو. الهاير كوست اوف سيفتي، انا كلمه دي ما بحبهاش، يعني الناس تحطها كده في المانوال بتاعها، انا ايه اي دونت لايك ات. يعني ده معنى كده ان احنا يعني ايه الباك تو باك سيفتي، طبعا ده كلام مش مظبوط برضه. الباك تو باك سيفتي، لا انا بعتيه في شركه تامين والبسها السيفتي وخلاص، او مثلا احول السيفتي للسب كونتراكتور بتاعي وخلصت، لا. او البينالتيز اللي نازله من السيفتي كلها عني، لا. كلين السيف طبعا، وافويدنس يعني. فالمهم الليبر لو برضه خصوصا ضمن الليجل اللي قوانين العمال. تاني هو اللي بيحصل، ادي عيب التاتش، ادي عيب التاتش. ها موجود؟ موجود يا باشمهندس احمد؟ موجود ال الو، ها هل سامعني موجود يا دكتور؟ موجود الشاشه ولا اه بقى الشاشة كده موجودة. موجوده؟ طب كويس كويس، اللي احنا عملنا شغل جامد النهارده، خلي بالك خلي بالك، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بفضل الله. طيب احنا ايه، احنا كنا بنتكلم على الفيصل، طيب اتكلمنا على السوشيال، اتكلمنا على التكنولوجي، اتكلمنا على الليجل، الليبر لو، دي اخر حاجه بقى الانفايرمنت، انفايرمنتال ريجيليشنز. طبعا احنا دلوقتي الانفايرمنتال ريجيليشنز دي، ده الدنيا كلها النهارده ايه اللي اتقلبت؟ حرايق ملت الدنيا، فيضانات غرقت جزر كامله. يعني احنا دلوقتي اللي العالم يعني كسبه في ال 100 سنه اللي فاتوا من تكنولوجي وتقدم، دمر. يعني احنا انا عملت برزنتيشن من حوالي 6 سنين تقريبا، كانت في السعوديه، كنت عامل وعملته هنا اعتقد، عملته معاكم كمان، اللي هو الانسان والبيئه. احنا في ال 100 سنه الاخرانيين زادت حراره الارض 4.5 درجات، والارض من ساعه ما ربنا خلقها من ملايين السنين لغايه 100 سنه فاتوا زادت 4 درجات 5 درجات. يعني اللي زاد في 100 سنه من الطفره الصناعيه واستخدام الاويل واستخدام كل انواع الكلام ده، عشان كده دلوقتي الناس كلها بتتجه لايه؟ بتتجه لايه؟ لل اسمه ايه ده؟ للطاقه الشمسيه، بتشتغل طاقه الرياح، بتشتغل الكلام ده كله من اول حاجه. طيب كده احنا خلصنا الصوت اناليسيس ولا الفيصل، هنتكلم على الصوت اناليسيس سريعا برضه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، السوات اناليسيس مهمه، خلي بالك هي ما انا بقول لكم حيث المبدا، هي حاجات سهله مش صعبه، لكن لازم تبقى عارف. يعني اضعف الايمان، تبقى انت كمدير مشروع تبقى عارف، انت مش بقول لك انت هتعملها، انت مش هتعملها، ولو تقدر ولو تعملها تعملها. يعني اصل لا يعيبك ان انت تعرف حاجه وما بتعملهاش. يعني ما انت دلوقتي ما انت عندك مثلا سكرتير او سكرتيره قاعد يكتب لك الجوابات ويكتب لك التقارير من الاول لاخر، وانت ما بتعرفش تكتب، ما احنا بنقعد اهو بنكتب وبنعمل كل حاجه دلوقتي، انما انا قاعد مثلا يعني اكثر من 40 سنه ما بكتبش جواب دلوقتي، غصب مش غصب، يعني مضطر اعمل كده او ما يمنعش ان انا اعمل كده خلاص. فاحنا دلوقتي ايه، خلصنا الفيشل اناليسيس، هنتكلم على الايه، على السوفت اناليسيس. السوفت اناليسيس زي ما قلنا هي 4 حاجات، سترينث اللي هو قوتي والويكنس. سترينث والويكنس دي اربع حاجات داخليه عندي، انا بحلل ال قوتي وضعفي فين، وبحاول وايه والاوبورتيونز والثريس. الاوبورتيونز والثريس دي من بره، يعني انا من جوايا التحليلات اللي عندي الداخليه بتاعتي انا كشركه كمؤسسه، بايه؟ بالسترينث
والويكنس اللي هو اول اللي هي سوات 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 اناليسيس، السترينث والايه والويكنس دول قوتي. فين بقى هنبتدي من ايه؟ هي مش واضحه قوي هنا لان انا طبعا ايه طيب بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على 7 حاجات، 7 حاجات يعني انا ملخصها برضه عشان اقدر اوصلها لكم بسرعه انها ايه؟ يعني هو كلام، هي كلام كتير ومش مش هينفع يتعمل حلو يعني، فاهم فاهمين ازاي؟ لا دي عايزه يعني ايه مش كورس كامل لوحدها، يعني عايزه ايه يعني وقت لوحدها اذا حبينا نتعمق فيها. انما هي بسيطه، انا هقولها لكم ببساطه. انت عندك سبع حتت بتعمل لها التحليل، سترينث والويكنس والاوبورتيونز والثريتس. اول واحد البرودكت بتاعك، البرودكت بتاعك تحتيه ايه؟ يعني احنا قلنا هو في نقطتين، البرودكت بتاعك بسم الله الرحمن الرحيم الاسماء اللي هي بي 1 ايه قوته، بتيجي منين؟ خلاص الكونتراكت بتاعك شكله ايه، البروجكت مارجن بتاعك شكله ايه، البرشيزنج بتاعك شكله ايه، السايت انجينير بتاعك شكلهم ايه. بقى دي اول نقطه في نقطه الايه، يا قوه يا ضعف، اللي هي الايه البرودكت بتاعك مرتبط بدول الحاجات دول. طيب بعد كده في ايه النقطه الثانيه، ايه البليس اللي هو المكان. اهو انا اهو والله اهو بص انا مجهزها ايه عشان ايه ما اسيبكوش وتاخدوا الحاجه سريعه. يعني النقطه الثانيه البليس، البليس دي بقى ايه هاي ستايل ماركتس. يبقى انا لما اشتغل ما اروحش اعمل عمارات فخمه في حي شعبي، ولا اعمل عماره مثلا اسكان متوسط او اسكان شعبي في حته شيك يعني حته غنيه يعني. فبقى انا عارف البليس نفسه شكل ايه والهاي ستايل ماركت. طيب بعدين البرايس، يعني بقول لكم هو في 7 نقط اللي احنا بتتحللوا في الـ في الـ في الـ في السترينث وفي الويكنس في الاوبورتيونيتي والثريتس. انا بتكلم دلوقتي على الكونستراكشن، خلي بالكم يعني كونستراكشن في شركه مقاولات مش اي حاجه، يعني مش معنى ان هو سترينث اللي هو السول اناليسيس ان في كل حاجه كده، لا ده تبع السيرفيس اللي انت بتعمله او تبع البرودكت اللي انت بتعمله. احنا البرودكت بتاعتنا دي وده اكزامبل بتاع شركه معينه، ممكن شركه تانيه تعمله بشكل اخر. فانا بقول لك ده اللي موجود قدامنا وده الكيس اللي انا عايز ايه ابين لكم اوضح لكم واعرفكم ان الدنيا اسهل ما يكون وما نتخضش من اي حد قدامنا ايه باشمهندس محمد حفني. الصين ما نفذتش فندق في شهر، الصين ركبت فندق في شهر. في فرق بين ركبت وبين بنت، مفيش حد يقدر ينفذ فندق في شهر. عندك خرسانات، عندك حديد، عندك الكلام ده كله، تركب ميكانو. يعني انت لما تيجي في البيت عندك وتروح تجيب ميكانو وتقعد تركبه في البيت عندك في ساعه في ساعتين، انت ما صنعتهاش وخلصتها في شهر. الصين صنعت من قبل كده وجهزت من قبل كده ونفذت في قد كده. انا يمكن من انجح واسرع واحسن المشروعات اللي انا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ربنا وفق ويسر فيها، مش انا والناس اللي معايا بس، انا كنت بقى في السيستم والكلام ده كنت لسه يعني شباب صغير خالص. فندق وكان 17 دور وخلصناه في شهر في سنه ونص. ده كان بالنسبه لي ات واز بيرفكت يعني. ف محدش يقول ايه يسمع الكلام اللي هو الايه بتاع يقول لك ده الكوبري مثلا نفذناه في شهر. لا الكوبري انت ركبته في شهر، انت جهزت كل حاجته كامله. ده يا بتصل للمرحله ان انت هتجيب الحاجه بحماماتها بحاجتها بحالها، وممكن تتعمل في يوم وفي اتنين دلوقتي. يعني انت عندك دلوقتي الفور دايمنشن، سموه الفور دايمنشن ولا 3 دايمنشن،
اللي هو يعني في مكان دلوقتي بتقدر تصب في مكانك، يعني تقدر تصب البتاع كله وتخلص بيتك كله ما هو الاخر في يومين حتى مش 3 ايام، الحمام جاهز يركب كل حاجه جاهزه راكبه، واخدين بالكم؟ وتقف في مكنه كده اعتقد 3 دي 3 دي اعتقد 3 دي بتصب يعني مكنه زي ما موجوده ومعروفه، بس انا الترم يمكن يعني انا كان دماغي كله ماشي في اتجاه، فالترم مش على دماغي بقى يمكن افكر واحنا بنتكلم. المهم احنا قلنا ان في ايه؟ في 7 نقط في الكونستراكشن قدامنا. الاول حاجه البرودكت، المنتج عايز اعمله، مكان البرودكت فين؟ البرايس، البرايس ده يتعمل ايه؟ لازم يتعمل رايت برايسنج، الاستيميتنج، في الاستيميتنج وبلاننج وديزاين انجينيرنج. فانا اختصرت لكم كل الورق كله في صفحه واحده عشان يبقى لكم الموضوع بسيط. نمره 4 البروموشن، انا جوه الشركه يعني لازم يبقى عندي بروموشن للناس، اي واحد مش كل واحد زي التاني، واحد بينتج بيشتغل واخد الموضوع جد، مش زي واحد ما بيجيش او ما بينامش او بيكسر او الى اخره. بعد كده ايه؟ البيبل، البيبل بقى الاكسبيرينس، ما تدخلش مشروع الاقي واحد لسه متخرج جديد ابن صاحب الشركه ولا ابن اخته ولا ماسك مدير منطقه او مدير مشروع، ممكن يكون مهذب جدا ومؤدب جدا وابن ناس جدا وبيشتغل كويس قوي، لكن كبرفورمانس كمعلومات ما تقدرش تقول ان ده يعني دي حاجه من اهم الحاجات. خلي بالنا. وعلى فكره انا بحترم الشباب جدا وبقدرهم جدا، ودايما يعني نجاحنا مش ان احنا لا ولا نقعد نقول ان احنا احسن من الجيل اللي ورانا، هو انا الجيل اللي ورانا احسن مننا مليون مره، بس مين فيهم بقى اللي هم مش عايز اتكلم عن اسماء عشان ما حدش يعرف ان انا بجامل شباب موجودين دلوقتي ما شاء الله عليهم، منتهى الخلق، منتهى الادب، منتهى التدين، وفي قمه علم، ويعلموا 10 اجيال فاتوا وكويسين وزي الفل وبدون ذكر اسماء يعني، وشباب ويعني وانا لا اخجل دلوقتي ان انا اقول لحفيدي تعالى ورميني كذا 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 اللي هو في كليه الهندسه او خلص هندسه خلاص يعني القصد ان الشباب القدرات اللي عنده والمقدرات اللي عنده، اللي عاوز هيبقى اكتر من ممتاز وهيبقى اكتر مننا واحسننا مليون مره، يعني الامكانيات الموجوده دلوقتي غير عاديه، السهوله في بقت سهله جدا، الكوميونيكيشن بقت من اسهل ما يمكن، كل حاجه بقت من اسهل ما يمكن، ما بقاش احنا كان زمان التليفون بتاعه بيشتغل في البيت يبقى يعني عامله جامده، انت ماشي بموبايلين ثلاثه وبتكلم امريكا وفي نفس الوقت بتكلم الصين، يعني الدنيا بقت اسهل بكتير من ايام زمان، بس اللي ياخد الحاجات دي بقى بشكل بوزيتيف هينجح وهيتطور. وانا شفت شباب كتير جدا 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 جدا، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ومش مصريين بس، مصريين ومش بقول من القاهره لا، ومن كل حته في مصر، من اسكندريه ومصر، من الصعيد واسيوط، ومن كل وفي العالم كله برضه، الفلبينيين اشتغلوا معانا وما شاء الله برضه بقوا كبار، هنود يعني انا قابلني هنود برضه وانا في الخليج بشوفهم بعد كده، يعني الكونستراكشن برضه يطلع ينزل المتميزين فيه بصرف النظر بقى هو بقى قد ايه بتاع، بس بيفضل معاك حتى النهارده في الفيسبوك بتلاقي جاي لك رسائل من ناس من 100 من 10 سنين ولا 15 سنه ما شفتهمش وبتظل على رغبه بيهم كويسه. طيب معلش طلعنا بره الموضوع شويه. المهم احنا قلنا البروموشن، بعدين البيبل، الاكسبيرينس بتاعت البيبل، ازاي من البيبل يبقى ايه؟ ما اجيبش واحد يعني احنا مثلا احنا اتكلمنا على الكواليتي وكان كله عملناه كويس والى اخره، انا ما فيش واحد بناء على هذا الكلام يروح يشتغل كواليتي مانجر، لازم يمارس ولازم يشتغل في كواليتي سيستم مظبوط لما يعرف ويعرف يتحرك ازاي والى اخره، وفي نولج اكتر من كده بكتير، لازم يعرف توتال كواليتي مانجر ولا يعرف 6 سيجما والى اخره، ما بقاش الموضوع ان هو يعني ايه مش كواليتي كنترول وخلصت، يعني مش واحد يشتغل كواليتي كنترول لا ده بقى ده انا في اخ بقى ويمشي بقى ان هو فاكر ان هو
عمل دنيا لا. والكونستراكشن نفس القصه، خلي بالك يعني كل حاجه النهارده اصبحت خاضعه للاداره العلميه والعمليه، وخاضعه للايه؟ للتكنولوجيا، وخاضعه لحاجات كثيره جدا ومهاره الناس. الفيزيكال ايفيدنس اللي هو الايه؟ الفاليو ميكنج، بعدين نمره 7 البروسيسز. في البروسيس ده حاطين ايه كمان دلوقتي هنا؟ توتال كواليتي مانجمنت، وحاطين الانسبكشن اند تيست بلانز. الانسبكشن اند تيست بلانز دي مش متخيلين، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى انت ممكن تحول كل حاجه في عندك يعني. بس اللي بيقدر هذا الكلام بقى ناس كتير، ما هو بتخاف ان انت بتخلي، لو انت مثلا انت في مشروع، والمشروع ده انت بتستلم السقف بتاعه، بتستلمه على يومين على ثلاثة على أربعة، لو الناس اتغيرت كل يوم المشروع مش هيقع، مش هيقع. ليه بقى؟ اما بتيجي تستلم مثلا اكلم ابسط حد سقف خالص، ماشي، السقف ده بتستلم فيه ايه الاول؟ نجاره، مش كده؟ بيبقى فيه نموذج، النماذج دي من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله عملناها في خلال حياتنا ما فوتناهاش. من اول ما لو انت مش عارف الخوازيق في حفر في اي حاجه لغايه ما تسلم مفتاح الامر. ودي اللي عاوز يعني يطور نفسه، اللي عاوز يحافظ على البرفورمانس بتاعته، ويحافظ على اسمه كمهندس، لازم يعمل كده. ما يسيبش الامور اللي يعني ايه، زي الله يلا معلم يلا هنخلص يلا هات، مش هينفعش. انا مش بقول، انا مش بقلل من قيمه حد ولا بقلل من اي تكنولوجيا، كلنا اشتغلنا كده واشتغلنا كده، لكن يحرص على ان هو يتقدم، يحرص على ان هو ما تطلعش حاجه في الـ في الـ في 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 يعني تكنيكال او تكنولوجيكال او ساينتفك في المجال بتاعه ويعديها. يعني انا عندي ابن ماسك اريا مانجر في شركه اول فيلد كبيره جدا، وخلينا نعمل محاضره معانا في السعوديه، لما ترقى ما بعد مدير منطقه يعني كده، قلت له اوعى تسمح لمخلوق تحتك يعرف حاجه انت ما تعرفهاش. انا مش بقول لك تبقى اكسبرت فيها، لا، يعني عندك بزنس اكوزيشن، عندك اي كيو سي، عندك اتش اس اس اي، عندك جميع الاقسام، ادمنستريشن، عندك فاينانس، عندك بزنس ديفلوبمنت، عندك كونستراكشن، عندك كل، عندك حفر، عندك كل الحاجات دي ممكن تبقى عارفها، عارف اولها من اخرها، عارف البروسيس بتاعتها، عارف كل حاجه. يبقى الموضوع ما بقاش صعب يعني. وانت مدير لازم، دي مسؤوليه، مش جدعانه، انت مش جايب ناس يعني، مش انت مدير عشان انت احسن واحد فيهم، لا، انت مدير عشان انت الليدر. يعني احنا واحنا شباب كان معانا ناس شباب صغار خالص، وانا برضه، وانا يعني في سني ده، انا اي ام ريدي ان انا اشتغل في بروجكت وبيليد مي واحد اصغر مني بكتير. حصل معايا في مشروع في ابو ظبي، حصل معايا، بس كان بمنتهى الاحترام، بمنتهى الاحترام، ما فيش حاجه تدرب باسمي يعني. كان هو الاونر وانا كنت ماسك السينيور ريزنت انجينير، مشروع كبير، مشروع كبير، كان 3 و4 و3 ونص بليون درهم يعني. فالمهم القصة مش قصة سن، مش قصة كتر شغل، مش قصة فتاكة، مش قصة وسايط، لا، أنت تنتهج نهج علمي عملي بإخلاص، بخف الدم، يعني بمعرفة واسعة. أنا بقول لك لازم تفهم في الكورة يعني، مش في أي حاجة يعني، في المزيكا لما تقعد في حتة كده بتتكلم على المزيكا الكلاسيك، ما جاش يعني، او الموسيقى المصريه او التاريخ او الثقافه او الفكر ده كله، فتح موضوع زي ده ما تبقاش انت قاعد كده، لا، عندك ما يكفي او اضعف الايمان تبقى فاهم ومتفاهم للي قدامك. طيب، فاحنا قلنا السبع نقط اللي في السترينث والويكنس والاوبورتيونيتيز والثريتس، سبع نقط في الكونستراكشن، دول اللي انا خلصت بيهم في الايه؟ في الكواليتي مانوال اللي كان معانا يعني. وده مش كواليتي مانوال، ده كيو اتش اس اس اي مانوال.
فهم زي ما قلنا البرودكت والبليس والبرايس والبروموشن والبيبل والفيزيكال والبروسيس. دول عاملينها بكلها بيهات، برودكت وبليس وبرايس وبروموشن وبيبل وفيزيكال وبروسيس. اوبا ده 7 بي. دي مقصوده، دي مقصوده مقصوده. طيب نعمل لها ملاحظه عشان ايه؟ افتكرها. كويس كويس كويس. دي 7 بيز، بس في 3 بيز برضه، حاجات كتيره يعني، كونتراكت 3 بي، وفي حاجات كتير فيها شغاله يعني. طيب يبقى احنا خلصنا كده الايه؟ السترينث والويكنس. هي طبعا كل واحده بيقول لك لها تفاصيل، اذا يعني في رغبه او في يعني ان شاء الله، لاننا عايزين نخش بقى في الكونتراكت مانجمنت، عايزين ايه ان شاء الله ايه نبتدي نشتغل فيها، في نعرضها يعني عليكم. بوليسي اورجانيزيشن ريسبونسابيلتيز. هي فاتت حاجه، فاتت قبل كده النيدز والاكسبكتيشنز اوف انترست بارتيز. انترست بارتيز هي دي، نيز اكسبكتيشنز اوف انترست بارتيز. الانترست بارتيز اللي هم قلنا عليهم ايه؟ كريديتورز، اللي هم الناس اللي بتدي كريدتس، اللي هم الممولين او الستاف او الشير هولدرز او السوسايتي المجتمع او الستيت اللي هي ايه البلد يعني، او ستيت يعني يونايتد ستيتس، ايش ستيت اللي هي البلد اللي انت فيها يعني. فدي الانترست بارتيز بقى النيدز والاكسبكتيشن والليجل other requirements والريسك والكنترول والاوبورتيونيتيز وهاو تو ايه تو ميجر اتشيفمنتس. انا بسطت الكلام ده كله وخدت الجدول ده عشان بس اقول لكم، وكل نقطه من دولت كل واحد بقى بي ايه بتكتب الكلام عليها وبتبان لك الكلام ده كله. ودي يعني فاليد وموجوده، يعني لو في نصيب ممكن بعد كده ندخل في الديتيلز بتاعتها، لكن فور ذا تايم بينج احنا بندي حجم من الكواليتي لمين؟ لمدير المشروع. البوليسي اورجانيزيشن اند ريسبونسابيلتيز هتبان هنا بقى ايه؟ شويه حاجات لذيذه قوي. committed to the achievement of customer satisfaction. ادي البوليسي، ان انا يعني ايه؟ ان انا كسياستي وهدفي ان انا ايه؟ ارضاء العميل. بعد كده دي البوليسي بقى، بس انا شلتها يعني وصغرتها خالص ما تتشافش، انا طبعا مش عايز اسماء الشركات والكلام ده كله ازاي. مكتوب فيها يعني ايه؟ ان الشركه الفلانيه تاريخنا كذا وعندنا كذا واحنا ملتزمين، يعني مكتوبه مره بالعربي ومره بالانجليزي، او سياسه الجوده والبيئه او الامن وسلامه الصحه الامنيه. أصبحت شركة كذا 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 من الشركات الرائدة في مجالات التشييد والبناء، وإيه وجهد تقنية عن وضعها في المحيّة، يعني مشوشة شوية لكن يعني سهل يعني نعرف. وإحنا بنطبق الأيزو 14001 16001، ودي موقع لرئيس مجلس إدارة يعني الكلام ده كله. وخلال بقى التزاماتنا إيه بقى؟ الالتزام بالمواصفات، ضمان تجنب وتقدير ومراقبه مصادر الخطوره والى اخره، تطوير وتطبيق برامج البيئه والسلامه والصحه، ضمان عندي ده شويه ضمانات بقى اللي هي ضمانات اللي هي ايه؟ اللي انا يعني ايه واخدها كسياسه عامه هي في المصغره دي، بس برضه حتى لو اتكبرت مش هتبقى سليمه. فالمهم الكلام ده كله ايه؟ اون جوينج. لو في حد مجموعه ما يعني اذا كان حد مهتم يبقى نشوف يعني فين هتمشي ازاي. ودي مكتوبه بالعربي وادي بالانجلش، وموقع عليها بقى السي او، وموقع عليها مين؟ الايه الشرطه. ماشي بالعربي وبالايه وبالانجليزي. طيب المارج ريسبونسابيلتي بقى برضه هنا بيبان بقى ايه مسؤوليات الاداره، مكتوبه بالتفصيل. take prime responsibility of successful implementation of quality initiatives. بنعمل كل ال quality initiatives الموجودة. senior management meet on the regular to conduct review. management representative of كذا
اكسس فول اوثوريتي انشورز كذا كواليتي اشورنس سيستم، يعني ان من الاخر كده ان انا كشركه ملتزم بكل الامور اللي هي تخليني ادي جوده عاليه جدا جدا جدا. خلاص؟ وبعدين بنحط اجهزه الشرط بتاع الشركه والاوثوريتي ريسبونسبيلتيز بتاعت كل واحد في البتاع، من اول رئيس مجلس الاداره فوق الشجره ده بيقول ده الايه؟ ده الكواليتي مانيوال بتاع الكاربت بتاع الشركه. طبعا ال 10000 واحد الكواليتي مانيوال بتاع البروجكت يتاخد من ده بقى. ماشي. خلاص؟ بتحط بقى الهيكل التنظيمي بتاع الشركه هنا. خلاص وبعدين الريسبونسبيلتي اللي كان وراها على طول الاستراكشر بقى بتاع بي اتش اس اي سيستم الاستراكشر بتاعه بقى يعني ايه الـ زي احنا اتكلمنا على الحاجات دي قبل كده في الاوبريشن شارت الكواليتي اوبريشن شارت بتاعها بيتحط فين؟ يعني هل هو تحت البروجكت مانجر او تحت الكونتراكشن مانجر ولا التكنيكال اوفيس ولا فين؟ احنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده على الايه؟ الكواليتي سيستم ده بيفرق كيو اتش اس اي بتبقى اقوى شويه بتبقى احسن لانهم كلهم مرتبطين ببعض. في بيزنس بروسس موديل موجود في سيستم دوكيومنتيشن ستراكشر الدوكيومنتيشن نفسه معمول ازاي في البيزنس موديل المانيوال الليفل 1 الدوكيومنتيشن بقى بتاعت الكواليتي مانيوال هي اول حاجه عندنا ايه ده الليفل 1 كواليتي مانيوال ده الليفل 1 ماشي كذا 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 اهو وبعدين the essential inclusions are policy organization at top level description where conduct business based on the business manual خلاص بعدين essential provides a functional specification for each core and support processes ان بيبقى فيه ايه functional specifications يعني مواصفات وظيفيه او وظيفات يعني بتاعت الوظيفيه يعني لكل كور والسبورت بروسيس يعني خلاص هنا برضه ده مكان 15 ولا 14 والايه والاحساس بقى الاحساس ده خلاص دلوقتي مش شغال معانا يعني البروسيدجر ده الليفل 2 بقى الدوكيومنتيشن كان الليفل 1 اللي هو المانيوال نفسه بعد كده جيم بروسيس ديسكرايب اند ليدر بروسيس ريليتد تو ان ابروبريت كور اور سبورت ماشي بزنس بروسيس ده ليفل ايه؟ ليفل 2 في الدوكيومنتيشن ويتش سيستم بروسيدر ليفل 2 اهو بعد كده برضو اعتقد في ليفل 3 اهو كمان الورك انستراكشنز في ورك انستراكشن موجوده هفرجها لكم دلوقتي بسرعه ريفرنس دوكيومنتس ليفل 4 اللي هي الايه؟ الدوكيومنتس ليفل الريكوردز بقى بلانز الريبورتس الكلام ده كله اللي هو الايه؟ اللي بقى باين في المشروع الريبورتس الديلي ريبورتس البلانز الدوكيومنتس يوجوالي جنريتد باي ذا بروسيس وان ان يوز حاجات يعني انا بشتغل في البروسيس في الانتاج مثلا استلام خامات تشيك خامات استلام اي حاجه ستاندرد سبيسيفيكيشن تشيك ليست كود اوف براكتس انكلودنج ذا دوكيومنتيشن ليفل ريكورد اند مينتيند فور ذا ريتنشن تايمز زي ما قلنا لازم تبقى ايه واضحه وموجوده وانا اي بريفير ان حتى مع التطور الاي تي وكان اخره لازم يبقى عندك هارد كوبيز من كل ايه كل الدوكيومنتيشن بتاع اي مشروع بتاع اي حاجه. جان كارتي كامب بزنس بروسيس موديل اهو هنا بزنس بروسيس موديل وبعدين ادي الليدر شيب اند كوميتمنت. طب مارجن اوف سيز ليدر شيب اند كوميتمنت ويز ريسبكت تو ذا كواليتي مارجن باي ايه بقى؟ كل بقى ان انت ايه البوليسي ضامنين تشتغل السيستم كومباتبل لازم مع الكونتكست والاستراتيجيز انتجريشن سيستم ريكوايرمنت كذا بروموشن معلش انا يعني ايه الكلام ده كله انا مش بكروت بس انا يعني ايه مش عايز اخد من وقتكم اكتر من كده عشان بس ايه عايزين نشوف بس موضوع المحاضرات اللي هتعملوها هتتعمل ازاي هنا الكاستمر فوكس دي نقطه من النوع جدا ودايما بتتحط واضحه ان انت تشتغل لعميل العميل ده انا بديله اللي هو متوقعه مش اكتر من خلاص الكاستمر فوكس توب مانجمنت ديمونستريتس ليدر شيب اند كوميتمنت وذ ريسبكت تو كاستمر فوكس بانشورينج ذات كاستمر and applicable statutory and regulatory requirements are determined, understood, and consistently met. The risks and opportunities that can affect form of products and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed.
The focus on enhancing customer satisfaction is maintained. خلاص؟ الجوين كونتراكت كمباني بزنس بروسيس فلو تشارت اهو موجوده هنا، لا اعتقد دي اخر صفحه. Understanding the context of organization، لازم افهم الكونتكست، السياق بتاع المؤسسه بتاعتي. ده بيدخل على ايه؟ على البوليسز والاوبجكتيفز. هنا understand the needs and expectations of the interested parties، فهم احتياجات وتوقعات بتاعت اصحاب المصلحه، بيبقى بيدخل على ايه؟ على الماركتنج. الكاستمر هنا الكوست او الكوارث، ثلاث حاجات دول بيروحوا جايين هنا عاملين ايه؟ داخلين هنا بقى. هنا اهو كاستمر ريسبوند تو كاستمر ريكوايرمنت كونتراكتنج اند فولو اب بروجكت نيدز ورك كونستراكشن دليفري اند وارنتي وذا كاستمر ساتسفاكشن. طيب ده بقى بيجي له ايه؟ بيجي له من ناحيتين بقى، واحد من بيجي من المانجمنت ريفيو انترنال اودتس. اي سيستم شركه مكان ما فيهوش الكلام ده بقى انا اسف ما اتوقعش ان هو هيعيش. اي واحد يهاجم هذا الكلام ما اتوقعش ان هو هيعيش، مش اصحاب صاحب الشركه. صح، شوف لازم يتمسك بهذا الكلام، يلاقي واحد يعمله الكلام ده يمسك في بايديه ويسنالو. انا للاسف نسبه كبيره من الناس اللي طلعوا جد للاسف 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 يعني رافضين حاجه، يقول لك انا هدير وانا اللي هعمل هعمل كل حاجه. طيب انترنال المانجمنت ريفيو انترنال اودتس كل دي اكوردنج تو اي خلي بالك دول كنترول ريكورد كنترول preventive actions, purchasing, selection and evaluation of suppliers, training, recruitment. الكلام ده كله بايه؟ بيدي للبروسيس البروسيدر اللي ماشي هنا دلوقتي لما يوصل للكاستمر ساتسفاكشن. من ناحيه ثانيه بيتعمل ايه؟ الهازارد ايدنتيفيكيشن ريسك اسسمنت. لازم اشوف الايه؟ احلل الهازاردز اللي عندي اللي هي الهازارد اللي هي غير الريسك وغير الهازارد. الهازارد لازم هتحصل، بحدد الهازارد، انما الريسك احتمالات ايه هي تحصل لما تحصل. الليجال اند اذر ريكويرمنتس الشروط القانونيه وغيرها. مونيتورنج ميجرمنت اللي هي المراقبه والصيانه. الصيانه ما تعنيش ان انا اصلح بقى، لا صيانه السيستم نفسه، ممكن السيستم بتاعي نفسه وانا ماشي الاقي في حاجات عايز صغيره حاجات تتعمل وده افيلبل، ودي شغله الكواليتي الاي كيو سي. انت وانت ماشي الشغل ببروسيس معايا او بروسيدر معايا ولقيت ان انت في حاجه في الشغل تتصل عمل صح، لو انت صلحت خطوه او غيرت الجزء ده بشكل او اخر حقك تعمله، تقدمه للكيو اف سي ومعاه وتقعد معاه وتقنعه واوبليجاتوري ان هو يخلص ويشتغل. يعني السيستم الشركه فيها سيستم دي مش مقفوله، ده بالعكس هي ماشيه. انا 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 في حته فاتت هنا بس بقول لك لو انا لا اوكي خلصناها اللي هي لما قلنا ان في سقف وخرسانه واول يوم استلموا النظاره ثاني يوم المهندس ما جاش حصل له حاجه بتاع في ليست تشيك ليست موجود تم تسليم النظاره كذا كذا وملاحظات فيها كذا 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 كذا. ثاني يوم مهندس ثاني رايح بين الحاجه قدامه ايه الحاجات اللي تتصلح ايه الحاجات اللي عايز تتعمل يبص عليها ويراجعها ويستلم الحداده ويكتب ملاحظاته. ثالث يوم ينزل بقى يخلص بقى وعمل يخلصوا النجاره وشدوا تحت وحط كده كله، ينزل بقى يعمل شيك على الـ على الـ على الـ على التعريق لو كان بيشتغل تعريق، لو اشتغل على تيبل فورمز، لو بيشتغل على الدوكا سيستم، لو اشتغل على حاجه على السيستم بقى وعلى الايه؟ على الثبات بتاعه على التثبيت النهائي بتاعه ويوقع. يبقى انا شيت واحد عليه كل الكلام ده او الكلام ده كله. المهندس الشاطر مش بدعي ان انا شاطر ولا حاجه يعني، بس انا يعني ايه؟ يعني حاولت اخد يعني الحياه بجديه شويه يعني. قلت كلكم ان شاء الله باذن الله كلكم كلكم حاجه تسعدني ان شاء الله احسن مننا مليون مره، ونشوفكم كده ان شاء الله. ما مش مهم نشوفكم يعني، يعني اضعف في الايمان يعني ايه نسمع دعائكم لينا يعني ان شاء الله باذن الله. emergency preparedness يبقى كل دي بقى احنا قلنا ادي الدنيا ماشيه ازاي لغايه الكاستمر ساتسفاكشن اهي، من اول ما ياخد الداتا دي من اول ماشي كده من هنا من المانجمنت ريفيو والكلام ده كله. وده بيجي له منين؟ الليجال اذرز المونيتور ميجرمنت الامرجنسي بريبيرنس كوميونيكيشن كاستمر بروبرتي كاليبريشن كاستمر فيدباك اوبريشنال كنترول ستورج ريسك مانجمنت. فده وده بايه؟ بيسهله او بيساعده يخلوا الشركه توصل لايه؟ كاستمر ساتسفاكشن. دي السكشن اربعه دي بقى بيتحط
فيها ايه الثلاث طبعا زي ما قلنا 18000 دي خلصت خلاص، كانت موجوده لغايه مثلا، انت مش عايز اقول لك رقم مش بالظبط، لكن بقت 45000 فتره مش يعني اعتقد يمكن 10 سنين ولا لا مش 10 سنين، اقل من 10 سنين. يكون سيستم اوفر فيو، بنراجع بقى البريف ديسكريبشن اوف كور بروسيسز، احنا اتكلمنا على كلامنا مش كده؟ ها جنرال كونتراكتنج كومباني، التوب مانجمنت بيؤكد بقى يعني كل دي بقى اللي هي التاكيدات ان انا كشركه ملتزم بكذا ملتزم بكذا ملتزم بكذا. دي ليست اوف ليست بروسيدرز، بص بقى بروسيدرز ماشيه ازاي عشان نعرف دي ليست اوف بروسيدرز، حصر وتقييم ومراقبه المخاطر، هي دي مش من اولها على فكره، دي الريليتد بروسيجرز بتاعتنا، حصر وتقييم ومراقبه المخاطر دي وتدخل من ضمن ايه الباسل ومن ضمن اسمه ايه ده، لكن انا الريسك دي انا شخصيا بفضل تماما، يعني في ناس فاهمه الريسك مش فاهمه الريسك صح، يعني في الريسك تقعد مع ضمن ده وتحط ريسك اوف باد مانجمنت يبقى ما فيش داعي، انما انت الريسك يعني احنا اخذنا خدنا الفيرست انفايرمنت وبعدين والاكسترنال انفايرمنت والمايكرو ماكرو انفايرمنت، لو احنا خدنا البرزنتيشن بتاع الماكرو والماكرو انفايرمنت والاكسترنال انفايرمنت هنقدر نعرف كويس قوي كل الستيك هولدرز اللي مأثره على الشغل، ودول بقى اللي نعمل لهم ريسك مانجمنت اكتر من اللي احنا بنعمله هنا كمان، وده هيطلع منه كل حاجه، فلازم نبقى عارفين. والانفايرمنت ده مش اللي هو الايكولوجي، مش الانفايرمنت اللي هي الطبيعه، لا طبيعه ما تمنعش. حصل تقييم بحيث المظاهر البيئيه، حصل قوانين والتشريعات الاخرى تحديثاتها، الرصد والقياس، يعني كل دي ايه؟ بروسيدر، يعني ازاي الكلام ده يتعمل؟ تحقيق وتعليق الحوادث، وطبعا هنا كتير قوي احنا مش بنتكلم على ايه؟ على الكواليتي، على الكواليتي بلان بس، دي كيو اتش اس اس اي. طيب مراقبه العاملات المؤثره على السلامه والصحه المهنيه والبيئه، مراقبه المخلفين، يعني مجموعه الحاجات دي كلها قلناها الفوقانيه بتاعت ايه؟ بتاعت السيفتي مثلا. الريسك مانجمنت بروسيجرز، النولج مانجمنت بروسيجرز، تشينج كنترول بروسيجرز، دي بقى هنا اداره العقود الخارجيه وجبهه تنفيذها، مراقبه المشروعات، اختيار المورجين، تدبير الاحتياجات، يعني كل دي بروسيجرز تبقى موجوده في ايه؟ تنفيذ المشروعات، ده لوحده بقى هو شكله هنا بروسيجر واحد، لكن ده ايه؟ عد بقى تحتيه وعد ورق انسبكشن سيس بلانز زي الروزة زي ما بيقول بروسيدر اوف تشينج اوردرز انجينير دوكيمنت، يعني انت عندك تشينج اوردر في الموقع خلاص. هو على فكره احنا هنضطر نعمل واحده ثانيه. طيب بروسيدرز اجراء اختيار وتقييم العاملين، التاهيل تقييم النوعيه، اجراء شمول العاملين، كتابه الاستحقاقات، استخدام المعدات، البنيه التحتيه وحركه السيارات، مراقبه الجوده والانشطه غير المسبقه، مراقبه المعلومات المستغله، المعادلات الداخليه، الاجراءات الصحيه الوقائيه، مراجعات الاداره، معالجه الاجهزه المسيحيه وكذا، يعني دي ايه؟ ميكس كده كامل من الايه؟ من البروسيسز. دي التعليمات بقى الانستراكشنز بقى. تكويد الوثائق، نشر السياسه، ملف المدير، بيانات الحواسيب الاليه، امن البوابه، الاعمال المكتبيه، يعني كل حاجه من دول موجوده على فكره. اوعى حد يبص للكلام ده ان هو ورق. لا ده سيستم عندك، مفيش حاجه يعني مراقبه التدخين عمل في البوفيهات، كل ده لازم يبقى دوكيومنتد عندك، وزي ما بقول لحضراتكم ما يكفنيش اي تي، ما يكفنيش ان هو يبقى كمبيوتر الكترونيك بس، الكترونيك لازم الناس كلها تبقى عارفاه خلاص. الامن اثناء النقل والرفع والمواد مراقبه، يعني دي باينه كتير ليه؟ يعني دي ماخد ايه الكلام لما قلنا كواليتي، تامين انشاء الالات، السؤالات دي موضوع تاني برضه مشروع جميل، واعتقد في جروب على الواتساب دلوقتي من ضمن جروبس واحد بيسال سؤالات كتر خير المهندس بيبعت سؤال، السؤالات دي موضوع جميل جدا، خلي بالك دي بتختلف من حته لحته، يعني في سؤالات بتبتدي بتتعمل من مش مجرد عروق لغايه سؤالات بتطلع لوحدها، يعني فايه السؤالات اللي بنتكلم عليها، السؤالات اللي هي بتاعتنا احنا هنا مش الحديد اللي هي المواسير، ففي مهندس كتر خيره متخصص وممتاز الحقيقه. فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا، يعني الوقايه اثناء تنفيذ الاعمال اللي هو طبعا البي بي اي والكل والبروسيدرز بتاعت السيفتي، علاج ضربات الحراره الشمس، يا واحد جاله ضربه حراره وانت في الموقع ما تقدرش تلحقه، لازم تبقى عارف تتصرف ازاي، اضعف الايمان انك عارف فين بتعالج
الامن التليفوني يكون وهكذا. فمعظم مواضيع مستمع فراغ هي مهمه جدا جدا جدا. اي ونش اي معده في الموقع كل 6 شهور لازم ليها شهاده. يعني تروح ورشه موثقه ومعروفه وايزو سيرتيفايد ويجي منها شهاده ان هي تم الكشف على الونش وعلى الوايرز بتاعته وعلى كل حاجه وان هو صار استعمال. ما لو خلص امبارح الاستراتيجيشن بتاعه ما يدخلش عندي الموقع النهارده، يروح يعمل الاستراتيجيه بتاعه ويرجع. تستوعب حاجه اسمها جيش حريق حصل بتحصل تعمل ايه؟ ورقه بتعمل نجار محافظ من الاساسيه القياده الامانه القياده برضه. انتوا لو بصيتوا على البرزنتيشن اللي عملناه في الاول خالص وعملوه خلي بالكم احنا الكلام اللي كملناه قبل كده كله كان متقطع في مجال معين بيتجمع كله دلوقتي مع بعضه. لما بقول لما بتكلم على الشيش بقول لكم عن كواليتي ثم الكواليتي ثم الكواليتي هي اللي بتبين لك كل حاجه في المشروع ابتداء من توقيعه توقيعه واستلامه كامل من الاخر لغايه ما تسلمه. طيب القياده الامانه بتعمل اللي حمى القطع كل دي بقى في السيفتي خلي بالك اوامر العمل ورك اوردرز مهمات الوقايه الشخصيه بي بي اي اللي هي الايه بيرسونال بروتكتيف اكويبمنتس تصرف في حاله اسكان مواد كيماويه بتروليه تعليمات العمل بالمخازن تعليمات تخطيط دور الجزئيات كل دي ايه ورك انستراكشنز ورك انستراكشنز موجوده ومعروفه كده. احنا يعني ايه الحقيقه عملنا حاجه حلوه النهارده. حد لسه عنده نفس؟ الساعه كام دلوقتي؟ ايه رايكم؟ هو باشمهندس عمر معانا ولا ايه؟ باشمهندس احمد ايوه يا دكتور هقول لكم على فكره تستحملوا ربع ساعه؟ تحمله ربع ساعة كمان ونقفل الموضوع ده عشان بقى احنا عايزين نتكلم حاجة جديدة ولا 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 طب هقول لك على حاجة ايه رأيك ايه رأيكم يا شباب نستحمل ربع ساعة كمان ربع ساعة مش هزود هجريكم بس هوريكم بسرعة الكواليتي مانيوال بتاع شركة إدارة إدارة وأعملها في بنيين وهنود يعني مش سنة يعني دي شغل احنا بايدينا يعني ها ايه رايكم؟ طيب هو الحقيقه كتر خيركم صراحه يعني انتوا يعني الحقيقه يعني في حد عنده استعداد ايه رايك يا باشمهندس احمد؟ خد لي بس راي كده فاينل. طب هقول لك على حاجه خلي الباقي هياخد مننا اقل من نص ساعه المره الجايه اوكي. احنا كل اللي عايزين نوريه طيب معلش استحملوني طلعت معاك دلوقتي طلعت الكي بي اي بنت على الشاشه اين طب كويس جدا. بص اهو ده برضه كي بي ار انترناشونال كواليتي مانجمنت ده كان في بروجكس القدره بروجكس دي شركه اشتغلت فيها شويه اكتر يعني وده السيستم اتعمل فيها ادي برضه كونتنتس زي ما هي اهي ونفس الكلام ونفس كل حاجه كل حاجه كل حاجه زي ما هي زي ما هي بس هتفرق في حاجه اللي انا عاوز اوريها لكم اقصدها يعني الايج ديستريبيوشن ليست اهي اللي بتروح لهم الكلام وبعد كده الجنرال نفسه هو اكزكيوشن هنا عامل ايه البرميسبل اكسكلوجن شال ايه فاليو بروسيسز والكنترول مالتي ميجرنج ديفايسز دي شالهم لان دي كانت شركه بروجكت مانجمنت مش مقاولات شركه بروجكت مانجمنت اللي بتاخد مشروع من اوله خالص وتعمل كل فاكرين السبع فيزز اللي هي ايه سبع فيزز يعني هي الشركه اللي بتدير المشروع من اوله مش مقاولات ما هوش مشروع مقاولات مشروع من اوله من اول زيرو من اول ما هو فكره فدي ايه نون 3 دي بيئه بتوصف نفسها للريزد اكسبيرينس ابو دبي اكسبيرينس والثانيه اكسبيرينس اهو ده التركيبه بتاعتها دي انا يعني ايه دي يعني اشتغلنا فيها وعارفينها بس دي خلاص دي قدمت يعني معموله من زمان من قبل في بسم الله الرحمن الرحيم في 2007 2008 طيب
يعني القدره دي كانت 60% اونر شيب، بروجاكس 40%، خبرتها 15 سنه في الامارات مثلا. يعني شغلها في ايه؟ اندستريال انفراستراكشر، فاينانشال انفستمنت سيرفيس، انفستمنت تريتوري، بروجكت تايبس، كوميرشال، كاربوريت، كذا كذا كذا. يعني ده شغل ايه؟ يعني معمول كويس، مش وحش مش وحش. المين ديبارتمنتس بقى البيزنس ديفلوبمنت والاوبريشن والهيومن ريسورسز فاينانس والاي تي. يعني دي مش شركه مقاولات تاخد شغل مقاولات، لا دي بتاخد اداره مشروع من الاول لاخر، بتاخده فكره. هنا اللي انا عايز اوريها لكم الحقيقه، يعني هنا بروسيسز اهي، ادي بروسيس فلو اند ديسكريبشن ماشيه ازاي. يعني هو البروسيس بتاع ايه؟ بيزنس ديفلوبمنت، ده ايه؟ جو نو جو ديسيجن، يعني اتحرك ولا ما اتحركش، ده ايه؟ ريكويست فور بروبوزل عشان تاخد عشان تعمل الشغل بتاع، بتحضر ايه الحكايه؟ لا طيب، يعني دي الطريقه اللي انا بقول لكم عليها اللي هي ايه؟ الفلو تشارت. اهو خلينا نروح في حته في كيس تكون ايه؟ هنا بروبوزال بريباريشن. انت بس عشان تحضر انت جاي لك مشروع وعايز تحضره، بتعمل ايه؟ جو ديسيجن، بتبتدي بتعمل الخطوه، تعمل بروبوزال بريباريشن، وبعدين بروبوزال ايه بريباريشن ايه تاني، بروبوزال بريباريشن كذا، خلاص. بعدين بتيجي بروبوزال بريباريشن ايه، بريبير درافت بروبوزال سبورت، كل ده سبورت. ها بعدين بتحضر البريبير درافت بروبوزال، ايش درافت بروبوزال، وهنا بيجي لك ايه؟ لا انت عمل له ريفيو، لو مشي كويس يبقى يدخل اللي وراه ريفيو تاني، ريفيو تالت، يعني ثلاثة ريفيو للبروبوزال اللي انت هتعمله. لو هو هنا اترفض يرجع تاني للبريبير درافت ويرجع هنا كده. لو في الخطوة الثانية اترفض، يعني في ثلاثة ليفلز بيراجعوا الايه البروبوزال. هل بكون كلامي موصل؟ الشات اخبار الشات، الناس خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انكوربريت اونرز، اونرز ايه؟ اونر وفاينلايز. يعني دي تبسيط جدا للموضوع. انت عندك بروبوزال يعني بزنس ديفلوبمنت، بروبوزال بريباريشن، بتحضر البروبوزال. يعني انت جاي لك بروبوزال، احنا عايزينك تقول لنا المشروع ده عايزينك تاخده ايه؟ اداره مشروع، يعني شركه ما فيهاش اداره وعايز اداره مشروع، او اداره شركه، او اداره اي حاجه. فده السيكونس اهو، انت بتاخد الايه ال بتاخد باسم الالوان، باسم ريكويست فور بروبوزال، وبتعمل اللي بتحضره. يعني بس بروبوزال ريكويست فور بروبوزال انت بتاخده وبتقعد تدرسه، يعني شوف كل دول ايه؟ سبورت، يعني ثلاثه ليفلز، وبعدين بريباريشن سبورت، وبعدين بريبير درافت بروبوزال، ويعدي على ثلاث ليفلز تاني وبترجع. يبقى في يجي هنا ويجي تاني يعمل ريفيو، لو اوكي يعني في ثلاثه ليفلز بتراجعوا. الكلام واضح؟ ليفلز واحد اثنين ثلاثه، ليفلز دول اهم، هو دي واحد اثنين ثلاثه بايه بيراجعوا. بعد كده وصل الكلام ده في اخر واحد بقى نفع ونازل، لازم اوكي اوكي انكوربوريت ايه كومنس اند فاينلايز. بعد كده بروح ايه بسبميت البروبوزال للكلاينت. ده بقول لكم عليه ايه؟ تحويل الكلام بتاع لما كنا بنقرا من شويه، كان ال البروسيدور كلام، تاخد كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. لا هنا بالايه ده، يعني ده مثلا ايه؟ اورز بروجكت اوبريشن بيعمل ايه، وفرنس بيعمل ايه، وهكذا بالايه بالكتابه. وجنبه هنا اهو ادي الايه، ادي الريليفنت بروسيدرز بتاعته، يعني كل خطوه من دول لها ايه بروسيدرز هنا. يعني دي طريقه من الطرق بتاعت، يعني في ناس كتير يعني انا بحبها دي بصراحه، ان هي ايه بتبقى سهله على عينين وسهله بسرعه تقدر تعرف. دي مش حاجه جديده، دي حاجه قديمه جدا.
ونفس شغله من زمان، بس ايه يعني مش ناس كتير بتطبقها، فانا حبيت اوريها لكم. ماشي الحال؟ وده كله ايه، ده كله ماشي كده، كله ماشي كده، يعني نفس البروسيجرز اللي هناك دي معموله بايه؟ بالطريقه دي. ودي طريقه يعني اشتغلنا بكم اشتغل بيها قبل حتى ماشي الحال؟ او جوه البروسيجر نفسه بنبقى عاملين نفس الحكايه دي، عاملين بالطريقتين يعني. خلاص؟ ده البروسيس موديل اهو. خلاص؟ وهكذا. ناشونال كواليتي مانجمنت سيستم، الكواليتي مانجمنت سيستم كله محطوط برضه بهذا الشكل. خلاص؟ الكواليتي بوليسي اهي. committed to be recognized by clients, shareholders and employees as the preferred organization dedicated to exceed expectation. Kuwait International will provide innovative and competitive quality management services by delivery operations on schedule. بأدي المشروعات في الوقت وبالبادجت، بأكونش appropriate standard, effective use of appropriate technology, comprehensive employee development, commitment to continue of the continual improvement. دي حاجه مهمه جدا. وجهاز الشرط بقى وخلافه وخلاص. يبقى السيستم دوكيمنت ستراكشر والدوكيومنتيشن بتاعه هو الستراكشر. هو نفس الكلام بس يعني ايه بشكل اخر. وقت البروسيدرز بتاعتهم هي كلها من الاخر اهي. اهي. سبورتنج دوكيمنت اهو. كواليتي مانجمنت سيستم. برضه بص شايفين اربعه اهي. قلت لك في السوق الاولانيين السيستم القديم هو برضه ماشي بالاربعه وخمسه وسته وسبعه وسبعه. ده ماشي ايه بالترتيب يعني وثمانية. وادي ايه؟ ادي ريسبونسبيلتي ماتريكس، كل واحد قال ريسبونسبيلتي بتاعته ايه؟ ده الجنرال مانجر، ده المانجمنت ريسبونسبل اللي هو كواليتي مانجمنت ريسبونسبل، بعدين اوبريشنز فاينانس اتش ار الايه؟ كان اهو ده اللي هو الماتريكس، بيبقى الخطوه هنا ومين المسؤول عنها هنا؟ واذا كان هو اللي هيعملها ولا هيرجعها ولا خلصنا هنا كده. ايه هوريكم حاجه كمان واحده ويبقى كتر الف خيركم. احنا ايه خلصنا هذا الكلام. ادي الكونتراكتنج كومباني عملناها، الكونتراكتنج كومباني خلصناها. ادي الايه ده المانيوال بتاع الشركه اللي احنا عملناها. ادي ايه البروسيجرز مانيوال نولج مانجمنت ريسك مانجمنت تشينج كنترول. في منها هناك في يعني حوالي 40 واحد هنا اجراء تنفيذ المشروع لو تفتكروا احنا ايه عملناه برضه. اجراء اختبار وتقييم الموردين، تدبير الاحتياجات وهكذا. يعني في حاجات موجوده هنا ومش موجوده هناك يعني. اجراءات البنيه التحتيه، اداره حركه السير، اجراء معالجه الاجهزه المساحيه، تحديد الاهداف رقمي. يعني ايه زي ما قلنا كل حاجه موجوده عندك في الشركه معمول لها بروسيجر ومعمول لها دوكيومنتيشن ما تدخلش ميه. يبقى انت كده بتضمن ايه؟ الكي بي انترناشونال اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. في اي سؤال؟ دي اني كويشن؟ في اي سؤال؟ فانس احمد خلاص احنا ايه؟ الحمد لله الحمد لله ربنا قدرنا وخلصنا. في اي سؤال؟ اي سؤال يا حضرات؟ فانس احمد؟ هل في يا جماعه اي استفسار او اي سؤال؟ احنا كده خلصنا يعني مش بقول لك مش هتكلم على الكواليتي تاني، بس كده اللي عايز يختار نقطه ان هو شايف كواليتي مانجمنت او الى اخره او الكلام ده بالنسبه له، عايز كل واحد فينا يحضر نقطه وايه وان شاء الله اللقاء الجاي هيبقى غالبيه اللقاء ان احنا بن ايه بنشوف النقط ونتناقش مع بعض. هتبقى حلقه مفتوحه اكثريتها ان شاء الله، تكون جنبها حاجات بسيطه. اللي عنده سؤال، اللي عنده استجوبه، اللي عنده اي حاجه، هنخلي الميتنج اللي جاي ان شاء الله غالبيته كلام مع بعضنا يعني مناقشات، اي اسئله يعني. خلاص طيب. هنا الثاني بقول ايه، ريكوستد برزنتيشنز فروم ذا انجينيرز. انا عايز ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله بإذن الله تعالى إن كل اللي حضر معانا يعني غالبية الكلام اللي فات. أنا النهارده سعيد جدا، أنا بقول لكم إحنا النهارده عدينا ال 100 ساعة، وال 100 ساعة دي بتعني إن أنت ريدي إن أنت تدخل
مش هممني التايتل، انا يهمني ان كل واحد فينا فاهم يعني ايه مانجمنت، فاهم يعني ايه كواليتي، فاهم يعني ايه تكنيكال اوفيس، فاهم يعني ايه سايت، فاهم يعني الحاجات دي كلها. هنتكلم ان شاء الله في حاجات اكتر شويه. يعني الكونتاكت مانجمنت مهم جدا، احد الحاجات الايشوز، بس انا يعني ايه عندي فكر فيها معين عايز برضو ايه احط لكم فيها يعني يعني اخر عقد احمر موجود في الـ في الـ في الـ في الفيديك يعني. ان شاء الله ان شاء الله ربنا ييسر حاجه، ربنا ييسر حاجه خلاص. طيب ثانك يو فيري ماتش فور اور اتندنس، شاكر جدا 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 جدا. و مش هقول لكم ان انا مبسوط ان انا ما بسمعش صوتكم، فقاعدين نلاقي طريقه ان احنا يعني ان شاء الله كمان في اول الاسبوع الجاي هنبقى ال 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 الميكروفونات موجودة ومفتوحة وكلنا إن شاء الله نكون مع بعض بإذن الله تعالى. تمام يا باشمهندس أحمد؟ قبل ما نقفل، تمام يا دكتور. في أي حد عايز أي سؤال في القديم في الجديد في أي حاجة؟ هل في حد عنده مانع إن هو يشارك في اسمه إيه ده؟ يشارك في في الـ في في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البرزنتيشن اللي احنا عايزينها؟ يعني انتوا كل انا طبعا عايز سؤال نرد عليه كلنا. هل انتوا موافقين انكم هتعملوا كل واحد هيعمل تسجيل للمحاضره عشان محتاج اراجع؟ طيب هنشوف باشمهندس احمد. لو نقدر نحط عدة نقاط. فانس أحمد، فانس أحمد أنا دكتور، لو ممكن نحط المحاضرة دي على اليوتيوب عندي، تقدر تحط تنزلها عندي، لأن في ناس عايزة تراجع الكلام ده. تمام على اليوتيوب، هنجهزها وننزلها بإذن الله. لو تنزل يوتيوب بكرة مثلا أو حاجة ونبعتها للشباب برضو إيه يخش يراجعوها هناك، لان برضه هي مربوطه بالحاجات اللي هناك اللي معاها، سهله كلها متجمعه مع بعضها. ماشي الحل؟ تمام يا ريت يا ريت، وتاخد الرقم بتاع 34. وشاكر جدا على حضوركم، وان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله تعالى.